كان ذلك وشيكا جدا. أوه فاكهة، ينبغي أن يكون هذا سهلا. أو ربما لا. لا أصدق أن علي فعل هذا بعينين مغمضتين، هذا ليس عادلا. حسنا لنفعل هذا، لدي أدواتي. لا يمكنني رؤية شيء. أولا سأرسم الموزة. أين هي؟ هيا أحتاج إلى مساعدة بسيطة. أوه موزتي. أنت تقصد موزتي أنا، سأضعها هنا تماما. والآن أحتاج إلى قلم، ويمكنني تتبع جسم الموزة. من يحتاج إلى الرسم؟ حسنا لقد انتهيت، يبدو هذا جيدا، أنا فخورة برسمي. ما رأيك؟ أعتقد أنه لا بأس بها. حان دوري، يمكنني استخدام شريط اللاصق. لا يمكنني استخدام يدي الأخرى، لذا علي الاكتفاء بفمي. والآن سأضعه على لوحة الرسم. حتى الآن كل شيء على ما يرام، سأضيف المزيد من الشرائط بشكل قطري. وقت بدء الرسم، سأرسم دائرة وأملأها باللون. هذا ممتع جدا. وقت إضافة تفاصيل، سأضيف نقاط بيضاء بين الشرائط. هذا ما أردته تماما، سأزيل الشريط بحرص، فلا أود إفساد اللوحة الآن. هذه آخر قطعة، لنرسم بعض الأوراق الخضراء. هذا طلاء الأخضر مثالي، سأملأ هذا باللون وأضيف المزيد. انتهيت، تفقدي هذا، إنه أناناس. تظن أنك شديد الذكاء، أليس كذلك؟ أنا موهوب، ما الذي يمكنني قوله؟ مهلا، الحقيقية أجمل بكثير. واو، كيف فعلت ذلك؟ عملا نابعا من الجوع، هيا جربي القليل. لذيذ جدا، لا أمانع تجربتها. هذا أفضل كثيرا. ماذا سنفعل تاليا؟ لن تنجح فرشاة الطلاء، ارحلي. عن ماذا تتحدث؟ مستعدة لابتكار أعمال فنية؟ يا إلهي، وقت العجلة الدوارة، لنرى ما ستختار. الرقص اختيار رائع. الرقص حقا؟ كيف سننجح في هذا؟ ربما أحتاج إلى منظور جيد. ماذا سيحدث إن نظرت من هذه الزاوية؟ سأبدأ برسمي فحسب. أحب شكل راقصة البالي خاصتي. انكسر سن قلم رصاص، الآن ماذا سأفعل؟ توجد مبرة أقلام رصاصة في هذه، دعوني أبري قلمي كي أعود إلى رسمي. من الأفضل أن أبري كل أقلام رصاص، لا أريد أن أعلق مع قلم بطرف غير حاد. فيو، مهلا، لحظة، عجبا، انظروا كم يبدو هذا جميلا حول خصرها، سيكون مذهلا. سأضع القطعة الأخيرة هنا تماما، والآن قلم التحديد الأسود لجعل الخطوط داكنة. ها نحن ذا، لنضف لونا للبشرة باستخدام قلم الشرع هذا، سيمنحها الأصفر شعرا جميلا أشقر اللون. والآن تاج وردي وثوب رقص وردي. وحذاء باليه أيضا، كدت أنسى ذلك. انتهيت، أنا أحبها كثيرا. يا إلهي عجبا، ماذا عن هذه الزاوية ربما؟ ربا، هل أنت بخير؟ هل تأذيت؟ كاحلي، أظنني لويت. بسرعة ارفعي. يا له من تحد فني مثير، من الفائزة برأيك؟ أخبرنا في التعليقات، وتذكر مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك والاشتراك في القناة لمشاهدة المزيد من الفيديوهات الممتعة كهذا الفيديو. هل هذا ما تفعلينه هنا؟ لست متأكدا، لكن أعتقد أنك بحاجة إلى شيء ما. ماذا تفعل؟ إنها لوحتي، لا أريد أسماك. هذه اللوحة بحاجة إلى هذه الأسماك. خذ، تستحق هذا. حسناً، ستأخذين هذه إذن. يكفي، خذ هذه الضربة الوردية. حسناً، وإليك ضربة خضراء. يا لك من شخص سيء. عليك التغلب أولاً على بكرة طلاء خاصتي. يا إلهي، ماذا يحدث هنا؟ يكفي، أنتما الاثنان بحاجة إلى تحد حول هذا، ادخلا إلى الصندوق. لا لا، بسرعة، اهرب بأقصى سرعة ممكنة. متبا، لقد علقنا في صندوقها.
ليس هناك الكثير لفعله هنا ها؟ أجل، لكنني في استراحة تقريباً وأستمتع بوجبة خفيفة. يا إلهي، ما هذا؟ المديرة، إنها هنا. حسناً، انتباه، أريد منكما رسم حافظة بوبيت هذا. حسناً، اتفقنا، لدي لكما هذان النموذجان. نموذجان لهاتف؟ طبعاً، يبدو هذا ممتعاً، لكنني سأهزمك بلا شك. سنرى، لدي فكرة رائعة. أجل، الحلوى هي الحل، كما هو الحال دائماً. سأبدأ بوضعها على النموذج، سأضعها بشكل جميل ومرتبة على شكل صفوف. حسناً، ثم سأملأ شكل الهاتف كله، هذا ما أعنيه بالضبط. حسناً، لدي فكرة ذكية أيضاً. سأحضر بكرة الطلاء الصغيرة لتحقيق نتيجة كبيرة. ها، على القافية. حسناً، أحتاج الآن إلى الطلاء. سأضع نقاط برتقالية على بكرة الطلاء بهذا الشكل، ثم أنتقل إلى الألوان التالية. هذا اللون الأزرق زاهٍ جداً، أحببته كثيراً، ربما هو المفضل لدي. حسناً، انتهيت من وضع النقاط الآن ومستعدة لتدوير البكرة. انظروا لهذا، نجاح. هاي حضرة المديرة، أنهيت رسماتي. أو صحيح، الرسمة، لنرى. حسناً، أرى ما فعلتي، جميل جداً. وماذا عنك؟ أو طبعاً، أعتقد أن رسمتي ستدهشك. أو تباً، لا أصدق أنني فعلت هذا، لقد كانت رسمة جميلة. حسناً، لا بأس، أصدقك، لكنك لست الفائز، بل هي. حصلت على هاتفك هدية، وذهل، شكراً جزيلاً، ويمكنني الآن اللعب أيضاً بحافظة بوبيت. هو وبإمكاني طلب البيتزا كذلك. أجل، بيتزا بالحجم الكبير من فضلك. هو خدمة توصيل سريعة وممتازة. أجل، حان وقت تناول البيتزا. أنا أتضور جوعاً، وتبدو هذه شهية. مهلاً، ما زال حزيناً. هاي، طلبت البيتزا، هل تريد المشاركة؟ أو طبعاً، شكراً لك. لنرى كيف سأضع هذا. أو يا إلهي، وصل أحمر الشفاه إلى أسناني. ربما علي تجربة هذه الزاوية. حسناً، يمكنني الآن إنهاء هذه الرسمة. تدا، هكذا انتهيت من رسم مديرة. هكذا يكون رسم الصور، أترين؟ أتحداك الآن لتلوين هذا. حسناً، سنكون إذن بحاجة إلى مستحضرات التجميل، فإليك هذه لتستخدمها أيضاً. مستحضرات التجميل جاهزة، وأنا مستعدة لاستخدامها. لماذا سأبدأ يا ترى؟ هو أجل، هذا، أحب هذا اللون الأحمر الشفاه، إنه مناسب تماماً. هذا اللون الوردي جميل جداً، يعجبني حقاً. سنتقل الآن إلى اللون الأزرق. هيا، سنتقل إلى الجفون. هذا اللون الأزرق لامع بشكل جميل. فلا ننسى وضع القليل من حمرة الخدود. أريد لوناً يبرز خصلات الشعر هذا. هو هذا اللون الأرجواني مثالي، ليتني كنت أملك شعراً أرجوانياً. وسأضع القليل من النمش إذ يمنحها مظهراً جميلاً. تدا، انتهيت من تلوين صورتي. وأنا كذلك سيدتي، هل أنت مستعدة للتقييم؟ أجل، لقد وضعت القليل من المكياج، لا أريد النظر إليها. أوه، أحببت هذه الصورة، إنها جميلة حقاً. تدا، لقد فزت بجائزة أخرى، علبة المكياج هذا. رائع، أحب مستحضرات المكياج الجديدة. هي، ما هاللحظة؟ هذه ليست مستحضرات تجميل، بل شوكولاتة بيضاء. ماذا؟ لكن ماذا عن صورتي؟ أعتقد أنها جميلة بما يكفي لأقلبها، أحبها حتى لو لم يحبها أحد. يا إلهي، لقد تحولت حرفياً إلى مهرج. ماذا؟ أوه، تحولت إلى مهرج. حسناً، انتباه، إليكم التحدي التالي. كوزو آيس كريم؟ ها، مهمة سهلة، سأستعين بمهاراتي الفنية في الرسم. انتهيت من رسم الكوز والآيس كريم، وسأبدأ التزيين الآن. هكذا، كوز جميل. والمرحلة التالية هي التلوين، سأجعله أجمل. حسناً، لنرى إن كان هذا سيكون كما خططت له. سأبدأ باللون الأزرق وأضيف اللون الأرجواني. سألون محيط العينين وأنهي التلوين باللون الوردي، تماماً كما هو مخطط. ممتاز، كوز آيس كريم رائع. حسناً، سألون الكوز أيضاً، لا يمكنني تركه بهذا الشكل. أعتقد أن تلوينه باللون الأصفر سيمنحه مظهراً جميلاً. أوه، كيف فعل هذا؟ هذا مذهل. يجب التحقق من زاويتي بسرعة. أجل، جميل. أريد رسم شيء جميل مثله، لنرى. أوه، هذا ما أريده بالضبط. حاضراً، مرحباً، هل يمكنني أخذ هذا؟ هو أنا لا أعرفك، لذا مستحيل، لكني بحاجة حقيقية إلي. تباً، إنه لي، دعيني وشاني. حاضراً، أنا بحاجة إلي.
حسناً لقد عدت. من الأفضل البدء في العمل. سأستخدم هذا الشريط اللاصق لتثبيت الكوز. يبدو أنني بحاجة إلى المزيد. سأضع هنا قطعة أخرى. حسناً سيبقى الكوز ثابتاً الآن. ممتاز. أوه حقاً مثير. أوه هل هذا فن؟ لا لا أعتقد أنه كذلك. هاي أريني ماذا لديك. أوه حسناً أحببت هذه أكثر، إنها جميلة وبألوان زاهية. تفضل جائزتك. أوه جميل، كنت جائعاً أيضاً. أحب الآيس كريم. أوه أشعر ببرد شديد. مهلاً ماذا يحدث؟ النجدة لقد تجمد. ها ماذا حدث لك؟ أوه أعتقد أن ذاك الآيس كريم بارد جداً. أوبس آمل أنه بخير. حسناً حزمت أمتعتي وأنا مستعدة للذهاب. ليس علي الآن سوى ارتداء قبعة الإجازة. وداعاً اعتنيا بنفسيكما. يا إلهي ليتني أذهب في إجازة، سيكون ذلك ممتعاً. سأقضي الوقت كله على الشاطئ مستلقية تحت أشعة الشمس. أشرب المشروب الاستوائي. يا إلهي الرياح على هذه الجزيرة قوية. هزل. هاي هل تحلمين أحلام اليقظة؟ ماذا تتخيلين؟ أتخيل أني في إجازة في جزيرة رمالها دافئة ونسيمها عليل. أوه واو خطرت لي فكرة فنية. سأضع القليل من الطلاء على سكين الزبدة ثم أسحب السكين وأتوقف. أسحب وأتوقف هكذا. سأفعل ذلك بضع مرات ثم سأغمي صعودا في الطلاء الأخضر وأرسم به قوسا وهذه الضربات الصغيرة. ولن أنسى الجزء السفلي طبعا. انظري إلى هذا صعف نخيل مثالي. حسناً هكذا أصبحت جنتي الاستوائية جاهزة. جميل. واو جميلة كما تخيلت، لكن أعتقد أننا بحاجة إلى شيء آخر. لم أرسم بأصابعي منذ وقت طويل، لكن يبدو أن هذه المهارة تبقى للأبد. انتهيت. أوه هي عادت المديرة من رحلتها الاستوائية. رسمنا معاً هذه الصورة الجميلة. هل عملتما معاً؟ إنها أخبار رائعة. أهنئكما لقد فزتما بهدين. مرحة المشروب الاستوائي بين أيدينا. أحسنتي. وأنت أيضاً. طرد من أجل الآنسة جولي. أتمنى أن تحبيها يا عزيزتي. أتساءل ما قد يكون ذلك. إنها فرشاة شعر فاخرة. لا يمكنني أن أصدق أنه تذكر أنني أردت هذا. أخيراً رجل يستمع إلي. وتفقد هذه السترة. لا توجد كتل هنا. أتحبين هذا يا نبتتي؟ هذا هو المكان المناسب. كيف حالك يا جولي؟ ماذا؟ هل كان الجو عاصفاً في الخارج؟ لأن شعرك يبدو متشابكاً قليلاً. لا يوجد ما يمكن رؤيته هنا. بعض التمشيط هنا. جولي ماذا تظنين؟ إنني كلب بودل؟ على أي حال لا شيء يضاهي فرشاة جديدة. عقدة متشابكة. هيا أخرجي. فرشاتي الفاخرة سيهجرني لي بالتأكيد. ربا أعلم جيدا كيف أساعدك. هجل سأجرب أي شيء. هل فقدتم بعض شعيرات الفرشاة؟ اصنعوا بعضها بقلم طباعة ثلاثية الأبعاد، لكن انتبهوا قد يستغرق الأمر وقتا. هذا أفضل. مدينة الشعيرات يا عزيزي. أليس هذا مثاليا؟ لا أصدق هذا. شكرا لك. أراك لاحقا. كيف الحال يا عزيزتي؟ شعرك. أجل لا تقلق لدي ما تحتاج إليه. الفرشاة. أجل أظنها عالقة. لنذهب فحسب. حسنا لا تنظر في أي مرآة فحسب. حسنا نحن مستعدين لخوض تحدي رسم. سألف العجلة لنرى ما ستواجهانه. ها نحن. كم هذا جميل. قلب. حان وقت رسم الحب. أحب رسم القلوب ورموز الحب. أعرف ما سأفعله. سأبدأ بكلمة حب. Love. يا للروعة كان ذلك يوما مدهشا. كانت جميلة جدا في ذلك المرج. ها
حسناً، والآن لإضافة السحر على هذه الصورة سأضيف قلباً صغيراً، ثم أحول هذا الحرف إلى فتاة، وأحول هذا الحرف إلى قلب آخر، وقد يصبح هذا الحرف حبيبها. هذا لطيف جداً، ولكنه بحاجة إلى مزيد من الألوان. ينبغي أن يكون القلب باللون الوردي. جيد، ولابد أن يطابقه القلب الصغير هنا أيضاً. حسناً، والآن سأضيف الألوان الأخرى. فستان بنفسجي، يا للروعة، هذا يتحول إلى شيء مميز. حان وقت تغيير الألوان. سأجعل الشعر أصفر لكليهما، إنهما متطابقان، وأعتقد أنه يرتدي قبعة زرقاء. والآن سألون قميصه بالأخضر. كلا، أحبك أكثر. هذه الألوان الخشبية ستساعدني على توضيح ملامحهما. انتهيت. حسناً يا طلاب، أروني لوحاتي رجاءً. ماذا؟ يا للهول. أبقي العلكة في فمك رجاءً. ماذا تفعل؟ انتظري، هذا عملي الفني، أؤكد لك. أحتاج إلى لحظة أخرى فحسب، كدت أنتهي. انتهيت. ها هو عملي الفني عن الحب. كيف فعلت ذلك؟ مذهل. يا للروعة، هذا مدهش. ستحصل على درجة عالية. قد يجعل الأشياء العادية أروع بكثير. لمسة لون بالتأكيد، وباستخدام الطلاء الصحيح يمكن إنتاج تحف فنية حقيقية. من يدري، ربما يمكنك رسم الموناليزا المرة القادمة، أو على الأقل حافظة حاسوب محمول رائعة المظهر. هل أنت مستعد لتقمص شخصية الفنان؟ مرحبا، ما هذا؟ كيف أمكن لهذا الدخول إلى هنا؟ انظري، إنه غزال جميل. انظري إلى ذلك الشيء يا جينيفر، هذا مدهش حقاً. ها؟ هل هو قائم؟ لنبدأ العمل. ها؟ علينا البدء برسم الخطوط الصحيحة. هذه الزوايا صعبة. هذا ميؤوس منه. أحتاج إلى شيء أكثر دقة. وجدتها. الآن يمكنني الحصول على مقاسات ممتازة. سأعود بعد قليل. إلى أين تذهبين؟ لا يهم، حان الوقت لأقترب كثيراً. آها، يبدو ذلك جيداً. هذا جميل. الآن أعلم ما علي فعله. سأستخدم لوحة رسم. ابدأوا دائماً بطلاء أسود. هل نفد بالفعل؟ هذا سخيف. جينيفر، لقد أفسدت لوحتي بالكامل. هذا آخر ما يقلقني الآن. يا للهول، انظري إلى هذه الفوضى. أعتقد أن علي البدء من جديد، إلا إذا تمكنت من استخدام هذه التقنية لصالحي. أتعتقدون أن هذا يبدو داكناً جداً؟ لن يطول ذلك كثيراً، فقط لطخوا اللوحة بالطلاء. والآن ارفعوا هذه الطبقة، ثم اعملوا على المساحة بالأعلى. استخدام لونين أفضل من استخدام لون واحد دائماً. رائع، أليس كذلك؟ والآن لنحضر السلاح الكبير. استخدموا الفرشاة لسحب الألوان سريعاً إلى الخارج. هذا يعطي تأثيراً رائعاً. رأيتم؟ كدت أنتهي. مرروا الفرشاة على الأشجار أيضاً. حتى فرشاة الأسنان يمكنها صنع السحر. عدة نثرات متقنة هي كل ما أحتاج إليه. رائع. والآن انزعوا الطبقة الأولى هنا، وسيصبح لديكم مشهداً ليلي من الغابة. أليس هذا ساحراً؟ انظروا إلى لوحتي أيضاً. كيف فعلت ذلك كله؟ حسناً، الفائزة معروفة في هذه الجولة. أحسنت يا ويندي. علي العمل على تقنيتي في استخدام الفرشاة. لمسات فرشاة أقوى؟ هيا. لا يهم. حسناً، أليس هذا المساء جميلاً؟ مهلاً، انظر، فنانتان حقيقيتان. مرحباً، أليس ألطف ثنائياً على الإطلاق؟ إذا كنت تحبين هذه الأمور بالغة العاطفية. أحبك كثيراً يا عزيزي، أشعر بإلهام. أود بث هذا الحب على الورقة. هكذا، ألا يمكن أن تكون هذه الموضوعات أقل مللاً؟ أفضل الرسم من خيالي. نقاط متفرقة من الألوان. بهذه الطريقة ستختلط الألوان، ويمكنكم الاستمتاع برسم الخطوط. ها هو اللون يختلط. هكذا، كدت أنهي النقاط. والآن سأكور قطعة ورق قصدير وأستخدمها لتلطيخ الطلاء الرطب. هذا يمنحه قواماً جميلاً. أرأيتم معني؟ ثم استخدموا الفرشاة للتنظيف قليلاً،
كيف يمكن أن يكون هناك مشهد خارجي من دون أشجار؟ حاولوا أن تستخدموا أيديكم بخفة فحسب. والمزيد من التلطيخ؟ هاك، ألا يبدو هذا مدهشاً؟ لكن ما زال لدينا المزيد لنفعله. خلط الألوان يجعلها تبدو أقل حدة، لكن يمكنها الاستفادة من مزيد من التحسين. انظروا، هناك حبيبان هنا، ليس هدف تركيزنا فحسب. جميل، الآن حان وقت إضافة بعض المطر، لأنه لطالما كان هذا رومانسياً جداً. تدعى، هل هذه شعرية بما يكفي؟ لوحتي شعرية بالتأكيد. ماذا عن لوحتك؟ ربما تصبح أفضل. هل أعجبتك؟ يا للروعة، تستحق العرض في متحف. حقاً، أعتقد أن هذا يجعلني فائزة. أحسنت يا جين، تعالي إلى هنا. رجاءً، أعتقد أن بإمكانكما أخذها. هذا نحن يا حبيبي، تشاو. حسناً، سأضيف بضع نقاط هنا والقليل من الخطوط أيضاً. انتهيت، مذهل، ستمطر الحيلة على أحد بلا شك. يوم جميل، لحسن الحظ أنني خرجت. ليه؟ ماذا؟ إنها مجرد رسمة. واو، ما هذا؟ نقلتنا رسمتي إلى هذا المكان. مرحباً، كيف الحال؟ أهلاً. واو، ماذا تفعل هناك؟ حسناً، لدي طلاب الآن. ارسم يونيكورن. حسناً، ابدأ العمل. كانت فرشاة الأسنان هذه في فمها. لا، لا، هل هذا ما أفكر به؟ ابتعدي عني. حسناً، لا أريدها. مهلاً، خطرت لي فكرة، حان الوقت لرسم اليونيكورن. سأبدأ بالقليل من الطلاء الملون. ألوان وقوس قزح ملائمة لليونيكورن. الآن سأستخدم فرشاة الأسنان هذه لرسم العرف. في الواقع لن أحتاج فرشاة الأسنان للتخطيط لرسمتي. سأستخدم قلم التحديد. رسمت الأذنين والقرن وسأضع له عينين أيضاً. أريني رسمتك. إنها حسناً. كلا، أنا لا أجيد رسم اليونيكورن. هذا سيء، ربما علي العودة إلى رسمتي. وجدتها. سأستعين بالعصا السحرية. ظهر الجزء المتبقي من اليونيكورن. أحببت شكله حقاً. أصبحت رسمتك جميلة حقاً. هاي، لا يزال بوسعنا إصلاح رسمتك، ولدي فكرة. سأضغط بورقتك على ورقتي. أترين، لديك رسمة الممثلة. معلمتي، انتهينا من الرسم. واو، أحسنتما، رائع، أنا مندهشة حقاً مما رسمتما. أجل، نجحنا وحصلت كل منا على جائزة. أهنئك. هاي، أترين ما أرى. يا إلهي، يملك أسنان طويلة جدا. لا، أصبح أكبر بكثير. لا تقلقا، لن يؤذيكما. أشعر بالراحة الآن. لكنه الإشارة لتحدي الرسم التالي. حسناً، إذن كتب على ورقتيكما الرقم 5. أعرف ما علي فعله بهذا. سأضيف بعض الخطوط لهذا الجزء والقليل من الخطوط المتعرجة على الظهر، وسأرسم له عيناً ولن أنسى الأسنان. سيحتاج أيضاً لساقين وذراعين ليتجول في الأرجاء. حان وقت تلوينه، أريد أن يكون مخيفاً. بقي القليل وسأنتهي. أجل، يبدو رائعاً. انظري إلى ورقتك. هاي، هيا، ألا يمكنني اختلاس النظر قليلاً؟ هاي، مهلاً، قلم رصاص سيساعدانني في حل هذه المشكلة. أحتاج إلى القليل من التعديل هنا وبعض التغييرات هنا أيضاً. شكلت ممحات هذين القلمين، قلب على نهاية هذا القلم ونجم على نهاية الآخر. سأقلب الورقة لاستخدام هذين القلمين، وسأعود إلى قلم المخلص لرسم شكل بيضة. سأستعين بالممحتين وسأغمسهما بالطلاء. حان وقت التربيد. حسناً، توقف، أريد رؤية ما رسمتما. هذه رسمتي، أمل أن تنال إعجابك. وهذه رسمتي، لكن لم يفقس الديناصور بعد. ماذا؟ لا أعلم إن كان هذا صحيحاً. رسمتك رائعة وأنت الفائزة. أنا؟ حقاً؟ شكراً جزيلاً. رقائق البطاطس، وستصبح شهية أكثر عند مشاركتها معك. صديقتي، البيضة التي رسمتها جميلة حقاً. شكراً لك. ماذا تفعل هناك؟ لا أعرف، ماذا تفعل بهذه المناشف؟ مرحباً، ما زلنا هنا، تتذكرين؟ حسناً، جيد، خذا، إليكما هذا الطائر. فلامينغو، سيكون هذا ممتعاً. طريقتي المفضلة، ستتبع يدي.
جيد، والآن سأدور الورقة. هذا الطائر بحاجة إلى رأس طبعا، وسأضع له منقارا طويلا. حسنا، العين جاهزة وحان وقت الجناحين. لن أنسى ساقيه طويلتين، والآن سألونه. يجب أن يكون بلون وردي جميل، سيكون أجمل عند الانتهاء من تلوينه. سواصل التلوين وواصل التلوين، بقي القليل فقط وانتهيت. لنرى، يجب التأكد من المقياس الصحيح. أي، وجدت طريقة لرسمه. إنه يشبه شيئا كهذا على ما أعتقد. حسنا، بالطبع هو فلامينغو. كنت بحاجة إلى ذلك الحمام المنعش. ماذا لديكما؟ ما هذا؟ دجاجة غريبة الشكل. حسنا، أعتذر، أنا مضطرة لموافقتها الرأي. رسمتك مذهلة، لقد فزت بتحدي فلامينغو. أهنئك. رائع، فزت بمفردي تماما. لا تحزني، سأشاركك هذا، تفضلي. شكرا، سررت بهذا فعلا. وردة بأي اسم آخر ستكون رائحتها جميلة. حسنا، حان الوقت لرسم الأزهار. ها؟ لا، هذا طلاء قديم. ماذا سأفعل الآن؟ أنا بحاجة إلى أدوات للرسم. أي لون سأبدأ به؟ الوردي طبعا. لا يمكنك استعارة هذا. أرجوك، طلائي قديم وجاف. قلت لك ابتكري أي شيء. والآن كيف سأرسم وردتي؟ أريدها أن تكون جميلة. أعتقد أن هذه طريقة ستنجح. لا أصدق أنها رفضت مشاركتي ألوانها. يا لها من لئيمة، أشعر بالغضب الشديد. أريد أن أتنفس. أوه، أشعر بالقليل من الدوار. ماذا حدث للكيس؟ غطي بالطلاء. ابتعد أيها الطلاء، قلت ابتعد. ما هذا؟ ضع الطلاء على الورقة من فضلك. ها، استخدم الكيس لوضع الطلاء. حسنا، فهمت. أعتقد أن علي غمسه كما قالت لي. هذه واحدة وواحدة أخرى هنا. مستحيل، إنها رائعة، لم أتوقع ذلك. لنرى ماذا يمكنني أن أفعل أيضا. وجدتها. أين ذهبت؟ لا يهم، يمكنها فعل ما تريد. سأستعير هذا. لدي الآن فرشاة طلاء، حان الوقت لإنهاء لوحتي. لا يمكن أن تكون الأزهار بلا أوراق. انتهى الوقت، لنرى الأزهار التي رسمت معها. أنا جاهزة، وهي رسمتي، أليست جميلة؟ أعني الجمال في عين النظر. كلا، ليست جميلة، لكن هذه جميلة. هذا مذهل، لهذا السبب ستفوز هي بهذه الجولة. رائع، فزت مرة أخرى، لا أصدق. الحلوى المفضلة لدي، انظري. رائع، أهنئك. أهلا أيتها القطة، أنت المفضلة لدي. أجل أنت. صحيح، التحدي. أعتقد أن عليكما رسم هذه القطة. حسنا، أحب رسم القطط وأحب القطط بشكل عام. ستكون رسمة رائعة. ماذا تفعل؟ هل تكتب كلمة قطة بالإنجليزية؟ يا إلهي، سأفوز بهذه الجولة بلا شك. حسنا، سأستخدم مهاراتي في رسم القطط. سأرسم دائرة، يجب أن تكون القطط مستديرة، خاصة إن كانت مكتنزة. وماذا الآن؟ سأحول هذه الكلمة إلى شكل أفضل. سأبدأ برسم هذا الوجه الجميل، ولن أنسى الشارب. حسناً، الرأس جاهز. ذيلها الطويل والكبير، جميل. واو، رائع. أريد رؤية ما رسمت معه. تدا، قطتي المكتملة الرسم. حسناً، هذه رسمتي، لقد تشتت ذهني قليلاً. حسناً، لا يمكنك الفوز برسمة غير منتهية، لذا الفائز واضح. فعلتها، فزت أنا وقطتي بجولة أخرى. مرحى، بسكويت، أحب البسكويت. حسناً، حان وقت التحدي الأخير، ارسم لي فراشة. جيد، يمكنني عمل هذا، أو ربما لا أستطيع. مهلاً، خطرت لي فكرة جيدة، يجب أن ينجح هذا. سأبدأ بتتبع لفافة الشريط اللاصق لأحصل على هذا الشكل. أظن هذا كافياً، أريد الحصول على دائرة أخرى هنا. التجديد ليس صعباً، لكن سأتجنب حدوث أي فوضى. هكذا. ها، ماذا تفعل؟ وجدتها، فكرة ذكية. بينما تفعل ذلك، سأنفذ خططي الخاصة بالتتبع. هذه هي الفراشة التي تريد رسمها. سأضع الورقة فوق الجهاز اللوحي، وسأتتبع الصورة بهذه الطريقة. الأجنحة، الجسم، الرأس، وقرون الاستشعار. سأجعل الأجنحة محددة أكثر. الأصفر والوردي مناسبين لها، أحببتهما فعلا. واو، كيف فعلت ذلك؟ توقف، حان الوقت للكشف عن رسمتيكما. حسنا، رسمت يرقة. جيد، لديها رسمة بفراشة حقيقية، أحسنت. أجل، لكن انظري، أصبحت يرقتي حية. أحببت الألوان كثيرا، فزتما، أنتما الاثنتان.
مرحى، أحب فوز كلتينا، هذا هو الأفضل. علكة، ولست بحاجة إلى مشاركتها. ياي، نحن فائزتان. ها؟ أبراكادابرا، سترسمان؟ بام! أظن أننا سنبدع في هذه الجولة. أنا مستعدة تماماً. سأبدأ الرسم. سأحدد هذا المقص. هيا يا قلم. سأحدد هذين المقبضين. هكذا. هذا جيد. ما الذي يفعله؟ حان وقت القص. هل سأتقن قصها؟ أوه، بعيداً عن أصابعي. ما هذا؟ لا يهم. توقف عن رمي قصاصات الورق، إنها تضايقني. هل يمكنك تخمين ما أرسمه؟ يعيش هذا الكائن على الأشجار ويحب حياة الليل. من يكون؟ يتميز بعينين كبيرتين، صديقتنا البومة الظريفة. أليس الظريفة؟ كدت أنتهي. إنها رسمة مثالية، سأضيف بعض الألوان. هذه الألوان الفسفورية رائعة. انتهيت. ها هي. هذا مشوق. رسمة ميلاني جميلة أيضا. أحسنتما، هذا رائع. لكن من سينظف هذه الفوضى؟ منطالي. يا للهول، يبدو أن ميلاني رابحة الجولة. ها، ماذا يحدث؟ لماذا تحصل هي على وجبة خفيفة؟ معذرة، يمكنني تناول بعض من وجبتك الخفيفة؟ كلا كلا، المشاركة في التحدي. لنرى ما ستختاره العجلة الدوارة. مينيون، حقا؟ أجل. حسنا، جيد. إليكما بعض الموز وورق المرحاض. ماذا يفترض بنا أن نفعل بهذين؟ أنت ألقي نظرة. انظري كم تبدو سخيفة. يا إلهي، أنت محقة. ولكني ما زلت لا أعلم ماذا يفترض أن أفعل بورق المرحاض. مهلا لحظة، أعلم بالضبط ما علي فعله. سأستخدم هذا الحبل أيضا. حسناً، حصلت على كوب المياه خاصتي ولدي ألواني أيضا. ها هي فرشاة التلوين والموزة. حان الوقت لبدء التحدي. سأبدأ في الواقع بقلم حتى أتمكن من الرسم على الموزة. والآن الطلاء، وسأستخدم الأبيض أولا. ها نحن ذا، والآن سأنتقل إلى اللون الأسود. الأسود لبؤبؤ العين بالطبع. والآن اللون الأزرق الذي تشتهر به شخصيات المينيون. حسناً، أرى ما يقول إليه الأمر. وقت الأسنان، ابتسامة لطيفة ومضحكة. سأطلب القليل من الأحمر للسان. وسأنتقل إلى بزتهم، هذا ممتع جداً. ها نحن ذا، المينيون خاصتي مستعدون للانطلاق. واو، أنت انظر إلي، أنا مينيون. مثير للإعجاب، تبدين كواحد منهم بالفعل. يا لها من براعة، لقد سرني ذلك. شخصيات المينيون خاصتي، ما رأيك؟ أظن أنك الفائزة، شخصية المينيون هذه رائعة جدا. تهانيئة، أحسنت عملا للغاية، تستحقين هذا. شكرا. حسنا، حان الوقت لإعداد طبق من الرامن. الآن سأحضر شوكة الطعام. أوه، أشم رائحة شهية، ماذا لدينا هنا؟ أوه، أعتقد أن شوكة الطعام هذه لك. حسناً، أحتاج الآن إلى شوكة طعام لي أنا. ماذا؟ نفدت كل الشوك. ماذا سأفعل؟ سأتناول هذه النودلز. حسناً، سأبحث في المدرسة. رائع، الكثير من شوك الطعام، هذا مذهل. يا إلهي، من أين كل هؤلاء الطلاب؟ مستحيل، أخذوا كل الشوك. أريد فقط تناول طبقي. أهلاً، كيف نسيت هذا؟ حان الوقت لحل مشكلة شوكة الطعام. سأرسم هذا الشكل بهذه الطريقة. رائع، بداية موفقة.
انتهيت، أنا عبقرية. شوكة بقلم الطباعة ثلاثية الأبعاد. إنها شهية كما كنت أعمل. هذا ممل، أشعر بملل شديد. أوه يا إلهي، هو قادم، لا أصدق ما أراه. متأخر كالعادة. حسنا، هيا أجلس. سيجلس بجواري، أعمل أن مظهري جميل. ما هذا الشيء؟ قبعة طاهن؟ مرحبا يا فتاة، كيف الحال؟ لا بأس، هل تريد بعض الآيس كريم؟ لا أتناول طعام غير صحي. واو، كم هو جذاب. مدى؟ لا، لطخت قطرات الآيس كريم بلوزتي. يا لها من كارثة. سيلغى الزفاف حتما إن رأى هذه القبعة، وسيهرب مني. وبما أنه عداء سيكون سريعا جدا. ستفسد هذه البقعة كل شيء. لن أستطيع اللحاق به وسينتهي حلمي. لا يا إلهي، لن أسمح بحدوث هذا. لابد أن هناك شيء ما قد يساعدني. قلم الطباعة ثلاثية الأبعاد، أظن أنه سيفي بالغرض. سأبدأ برسم مثلث ثم سأعود لملئه بالكامل من الجزء السفلي حتى القمة. جيد، والآن سأصنع خطوطا قطرية وبهذا الاتجاه أيضا لنحصل على خطوط متقاطعة. وسأملأ الدائرة التي رسمتها ذهبا وإيابا، ذهبا وإيابا. لون جميل، هكذا. حسنا، سأرسم هنا خطا متعرجا، وأحتاج إلى تغيير اللون ثانية ليتمكن من إضافة الخط المتعرج إلى الآيس كريم. ثم سأعود لملأه، أصبح متناسقا وشبيها بالشوكولاتة. رائع، أصبح بمظهر شهي. لكني سأضيف إليه أيضا زينة الحلوى، القليل فقط، وسأنتهي. واو، هذا رائع. والآن سأضع هذا الشيء فوق القبعة. هل سيعجبه هذا يا ترى؟ انظروا إليها، كم هي لطيفة. كيف حالك؟ يا له من مقطع آيس كريم جميل. ماذا؟ ما هذا كله؟ لا أفهم منه شيئاً. لا تنظري إلى ورقتي. ماذا سأفعل الآن؟ لنرى ممن سأطلب الحضور إلى السبورة. توقفي عن الاختفاء خلف كتابك، تعالي إلى هنا. ماذا؟ هذا ظلم، لم أرفع يدي. حسناً، كتبت المادة الكيميائية على السبورة وعليك تنفيذها. يمكنك البدء بهذا. هيا تخيلي أنك في المختبر، هيا ابدأي العمل. جاءتني مكالمة، وصل العمل، أريد رؤية النتائج. لا أصدق أنه يتوقع مني القيام بهذا. خذي ذاك الأنبوب. ماذا؟ كلا، ليس هذا، الأنبوب الآخر. هل تعنين الأنبوب الأحمر؟ يا لك من عديمة الفائدة. هذا، مهلاً، هذا الأنبوب الصغير. رائع، حسناً، فهمت. سيكون هذا رائعاً، أعتقد أن علي خلط هاتين المادتين معاً. ما هذا؟ انفجار؟ وقعت في الفخ. ماذا؟ لا، احترقت الطاولة وتكون ثقب فيها. مستحيل ألا يلاحظ هذا، أنا في ورطة كبيرة. يا لك من فتاة سيئة. ماذا سأفعل الآن؟ لا أريد أن أطرد من الفصل. مهلاً، قلم الطباعة ثلاثية الأبعاد. حسناً، يمكنني إصلاح هذا. سأبدأ بخطوط طويلة فوق الثقب، ثم سأكرر الشيء ذاته بالاتجاه المعاكس. أتمنى إنهاء هذا قبل عودة المعلم، ربما لن يلاحظ الثقب. كدت أنتهي، بقي القليل فقط. حسناً، انتهيت، غطيت الحفرة بالكامل. سأضع الأنبوب الزجاجي فوقها، فكرة رائعة للإخفاء. ما زلت هنا؟ حسناً، أحسنت صنعاً، عودي إلى مقعدك. مرحبا، أنا عدت آخر يوم من حميتي الغذائية. أغرب عن وجهي أيها الكرفس، حان الوقت لتناول شيء شهي أكثر. هذا رائع، هيا بنا. سأسكب هذا كله فوق النودلز. أعطيني قطعة اللحم هذه، شهية، والنقانق أيضاً. والآن سأتناول النودلز، أحبها كثيراً. ما الذي تفعله؟ سأوثق هذا. يجب أن أقترب أكثر. توقفي. يا إلهي، آسفة حقاً. انظري إلى ما فعلته بهاتفي.
تفضلي هذه المناديل الورقية. هذا مؤسف. هي مهلا لحظة، أكيد الطباعة ثلاثية الأبعاد، خطرت لي فكرة. حسناً، أحضرت حافظة هاتف شفافة وقلم الطباعة. سأبدأ برسمي عليها بهذا اللون الأصفر. لست بحاجة إلى الحذر أثناء الرسم، سأقوم فقط بملء كل الفراغات. سأنتهي من هذه الزاوية وجاهز. ستصبح الحافظة أجمل عند إضافة بعض الزينة. يا إلهي، ما أجملها. تدا، ما رأيك؟ أليست جميلة؟ لأني صنعتها لك. شكراً جزيلاً، عجبتني فعلاً. إيه، هل تريدين بعض النودلز؟ أنت الخاسرة. أوف، تعبت رقبتي من كتابة الواجب، لكن علي المتابعة فأنا لم أنتهي بعد. لكني متابعة، سأخذ وقفة قصيرة لنرى. طبعاً هذا منطقي، ستساعدني هذه الصيغ والحسابات. كيف لي أن أنسى نظرية فيثاغورس؟ واو، يا بارعة في الرياضيات، أنا منبهرة. قليل من الحسابات فقط. هل اللحظة؟ أجل، وجدتها. أوه، واجب المنزلي. يا لذكائي، لقد تلف كله. لا، يا إلهي، واجبي، هل هو مبلل؟ لقد كان مجرد حلم. هي، ألم تنهي واجبك بعد؟ واو، ما هذه النظرة الشريرة؟ هل أنت غاضبة مني؟ كلا، مستحيل، لا يمكن أن أخاطر. سأحل هذه المشكلة. هيا يا قلم الطباعة ثلاثية الأبعاد، هل أنت مستعد؟ أحتاج لقلب هذا الكوب، ثم سأتتبع فوهة هذا الكوب بالقلم بشكل دائري هكذا. والآن سأبدأ بملء هذه الدائرة. أسهل طريقة لفعل ذلك هي الرسم جيئة وذهابا، لكن لا بأس لو كانت الخطوط معوجة. واصل الرسم، هيا بنا، بقي القليل وسننتهي. تدا، صنعت غطاء الكوب، لكني لم أنتهي بعد. أحتاج فقط لإضافة المزيد من الخطوط المتعرجة، ثم سأقوم بوصلها بالغطاء وأعود لملئها باستخدام القلم. عند الانتهاء من هذا الجزء سأضع المزيد حول الكوب كله. ياي، انتهيت، ممتاز، بقي ثابتاً. حصلنا على غطاء مثالي للكوب. واو، لا أصدق أنك صنعت هذا بنفسك. انظري، يمكنني الشرب منه، ومن ثم إعادة وضع الغطاء. والآن لا حاجة للقلق بشأن تعرض الواجب للبلل، لن تتبلل الرياضيات أبداً. يا لها من فطيرة بانكيك رائعة، حتماً ستكون شهية المذاق. لا أريد أن ألعب الحجلة. واو، ما هذه الرائحة الشهية؟ يجب أن أذهب لاكتشاف مصدرها. واو، قمت بإعداد البانكيك، لأنك تستحقين ذلك. كنت أنتهي، سأقلب الفطيرة الأخيرة. سأضع الملعقة في الأسفل. هيا، يا إلهي، انكسر مقبض الملعقة. ماذا سأفعل الآن؟ هي، وجدتها، قلم الطباعة ثلاثية الأبعاد. حان وقت الرسم. هذه ملعقة بشكل مثالي، رائع، لكن لم أنتهي بعد. سأضيف المزيد من الأشكال في المنتصف هكذا. والآن سأستخدم لوناً آخر وأملأ المساحة الفارغة باللون البرتقالي، لكني سأبتعد عن هذه الأشكال البيضاوية. سأواصل ملأها إلى نهاية المقبض، وسأتجنب ملأ الدائرة التي في الأسفل أيضاً. ربما يمكنني استخدام هذه المجرفة. أوه، لقد عادت. أمي، صنعت لك ملعقة جديدة، يمكنك أخيراً قلب الفطيرة. حسناً، سأجرب. يا إلهي، نجحت تماماً. حسناً، وأخيراً حان وقت تناول الإفطار. الموز وشراب الشوكولاتة تبدو شهية. انظري إلى العجلة وهي تدور. ها، يبدو هذا لا بأس به. أوه، ليس مجدداً. حسناً، اختلاس نظري ممنوع. أحب هذا الجزء. ماذا حدث؟ أين الطلاء؟ لا توجد فرشة تلوين. ربما يمكنني المساعدة. أنا آتي مستعداً دائماً. أمسكي هذا. أوه، حسناً، لم أكن أعلم أنك تعزف الموسيقى. لن يفلح هذا. هل تحمل هذه دائماً معك؟ ماذا عن هذه؟ لا، ليو، ماذا لديك داخل الحقيبة؟ أها، قد تكون هذه مفيدة.
حقا؟ يمكننا استخدام هذه بالتأكيد لنجهز كل شيء. سأضع بعض الألوان على لوحة الرسم. سيفي هذا بالغرض. والآن دور فرشاة الأسنان. سأفرز الطلاء بالفرشاة بنمط ريشة. بدأت الألوان تندمج. يبدو هذا رائعا ها؟ ليو اترك الفرشاة. ثقي بي. في الواقع هذا جميل جدا. أعتقد أنني بحاجة لتنظيف أسناني. ليو لا تفعل هذا. رائحة أنفاسي كريهة جدا. لست متأكدة أن هذه فكرة جيدة. كيف أبدو؟ حسنا أفضل أن لا أجيب. على الأقل انتهت اللوحة. واو أحببتها. لا تنظر في المرآة. ها؟ لقد حاولت إخبارك. هل لدي شيء على أسناني؟ ربما أكون قد ارتكبت خطأ. هل أنت مستعد؟ يمكنك الضغط علي. شكرا هذا مشوق للغاية. رائع. أجل. هذا غير عادل. يا لها من لعبة غبية. لننطلق. نحتاج إلى طلاء. هذا مثالي. وجهني إلى الاتجاه الصحيح. توقفي دعيني أساعدك. هذا هو. شكرا أقدر لك هذا. يمكنني فعل هذا بالتأكيد. باقي القليل فقط. حسنا أظن أن ذلك يكفي. كنت أمل أن أرى بعض الحيوانات الحقيقية. ها أنا ذا. سأبدأ بالوجه. لا يسير هذا وفق خططي. هذا مريع. لنجرب هذا مجددا. سأرسم سمكة. سيكون هذا سهلا. هذا أبشع بكثير. لما الأمر صعب للغاية؟ حسنا سأرسم كلبا لطيفا. ليس كلبا بل إنه فوضى. هذا محبط حقا. ماذا سأفعل؟ أين طلائي؟ أنا مستعدة للبدء. وجدته. هذا مقزز جدا. أحتاج إلى إزالة هذا. هذا مزعج جدا. سكاي عليك رؤية هذا. ماذا؟ إذن سألصق هاتين عيني على الرسم فحسب. إنهما مضحكتان للغاية. إنه سلطعون. إنه يعجبني. ما الغرض من هذه الأوراق؟ ما رأيكما بهذه الحصالة؟ فهمت. أولا سأبدأ برسم قلبين، ثم سأواصل الرسم. نيك يرسم. ربما علي المحاولة أيضا. لا مفر من الأمر. واو إنها بودرة قباسير. سأربح هذه الجولة بلا شك. سأرسم المزيد من الخطوط. سأستخدم أصابعي للرسم. سأرسم عينيه الآن. أترى؟ إنه خنزير. ولن أنسى جسمه. كدت أنتهي. رسمة هيك جيدة. الألوان تحسنها بالتأكيد. يجب أن أضيف الذيل. هكذا. انتهيت. رحبوا باللوحة الرابحة. لا يمكنني حمل لوحتي. ماذا لدينا؟ تبدو جيدة. هذا الغبار كثير. يا للهول. المعذرة. التحدي التالي مكعب روبيك. هذا التحدي يتطلب بعض التفكير. مسطرة وقلم رصاص. فهمت. يمكن للمسطرة مساعدتي في رسم الكثير من الخطوط المستقيمة. تمنح هذه الزوايا تأثيرا ثلاثي الأبعاد. ما الذي يفعل هناك؟ كيف جعل مكعبه يبدو رائعا؟ هل أدير الورقة؟
الأمر أكثر تعقيدا من ذلك. التضليل المناسب يلعب دورا مهما. أترين؟ قلم الرصاص مهم للتباين. كدت أنتهي. والتالي تضليل خفيف جدا، بالكاد يمكن رؤيته. سيبرز هذا التضليل الرسمة. أجل، كيف فعل كل ذلك؟ رسمته تخرج من الورقة. هذا رائع. هل أنت مستعد للعب؟ هنا القلم قادم. أريد أن أجرب ذلك. انظري، ما هذا؟ هذه الحركة. واو، أحسنت يديك. كما لو أنها تهاجمني. سأقترب أكثر. أوه، إنها غارقة في عالمها. هذه الألوان المتطايرة مذهلة. هذا ممتع. مرة أخرى وانتهيت. أوه يا ويلي، ماذا؟ هل رسمت على وجهي؟ إنه مثل مكياج تجريدي. لم يسبق لي رؤية مثل هذا الإبداع. أوه. مستعدة؟ سأرمي الكرة. هيا، إنها آتية في الطريق. مهلا، لقد أمسكتها. لقد تساهلت معك. حسنا، دعيني أحصل عليه. لك ما تريدين، سأضع عليها بعض الصلصة. هو احترسي. يا للهول، هذا ليس جيدا. يجب أن أمتزج بالطلاء. يا للهول، لقد قلت جملة غبية جدا. ماذا؟ لوحتي. عفوا، أنا آسفة بشأن ذلك. ما هذا؟ ما خطبكما؟ لقد أفسدتما لوحتي. إنها سيئة في التصويب. نعم، هذا حقيقي. أنا آسفة بشأن لوحتك. أتعلم؟ ربما كان هذا تحسينا في الواقع. حقا، لقد أصبحت تحتوي على ثقب. مهلا، ما الذي يحدث؟ وداعا، لقد سقطتا في فخي. أين نحن؟ أوه، يبدو هذا مثيرا. كل هذا بسببك. ماذا سنرسم أولا يا ترى؟ مهلا، انظري إلى ذلك. شبح، أنا أحب الفن المرعب. وماذا يفترض مني أن أفعل بهذا؟ سأستطيع الانتظار أكثر من ذلك. لنبدأ. سأحتاج إلى قطعة من الورق المقوى الأسود. سأعصر الطلاء الأبيض عليها، ثم سأنشره. ويمكنني إضافة التفاصيل بمجرد أن يجف. يبدو هذا الشبح وحيداً ويحتاج إلى بعض الأصدقاء. لقد صنعت ثقباً في قطعة ورق مقوى أخرى وزينتها بشباك العنكبوت. صارت تبدو مثل إطارات الصور. سأثبتها على ورقة مقوى بيضاء. هناك مفاجأة داخلها. أوه، لقد أخفتكم. انظري هنا، أليس هذا مخيفاً؟ كيف من المفترض أن أنافس ذلك؟ مهلاً، وجدتها. سأضع يدي على الورقة وسأوجه راحة يدي إلى الأعلى. والآن سألونها بالأبيض. هذا يدغدغ. أحتاج إلى تغطية يدي. سأضغط بها على الورقة. لا تقلقوا، لم أنتهي بعد. سأقلب الورقة. أريد أن تكون اليد متجهة للأسفل. والآن سأكتب رسالة على الورقة. سأخذ وقتي، فمن الصعب رؤية هذه الرسالة. وبعدها سأحتاج إلى الطلاء الأسود. سأرش خطاً بطول الجزء العلوي من الورقة. لا أحتاج للكثير. والآن سأسحب الطلاء إلى أسفل الصفحة. وعندها سيحدث السحر. سأرسم عينين الآن، يمكن وضعهما هنا مباشرة. لقد انتهيت. شاهدي هذا الغول المخيف. ما رأيك؟ هل من المفترض أن يكون هذا مخيفاً؟ هذا هو الشبح المخيف. بو! لقد تمكنت منك. لا تتصرفي بلؤم. لنرى من فازت. انتظري، إنه تعادل. هذا رائع جداً. يبدو هذا عادلاً. لا، هذا ليس صحيحاً. أريد الحديث إلى المدير. هذا ممتع بحق. والآن سنحصل على ورقة شجرة. من يفكر في هذه الأمور؟ هل هذه مزحة؟ أنا لا أضع القواعد. لا بأس، سأستخدم ما حصلت عليه. يمكن أن أرمي هذه في القمامة. شاهدي هذا. سأرسم ورقة الشجر على هذا المنديل الورقي. والآن سأقلب الطبقة العليا وسأرسم على الطبقة السفلية. سأستخدم أقلاما بألوان مختلفة. قد يبدو الأمر عشوائيا الآن، لكن ثقوا بي، فأنا أعرف ما أفعله. لقد أوشكت على الانتهاء. سيفي هذا بالغرض الآن. سأعيد الورقة العلوية إلى مكانها. وبعد ذلك سأحتاج إلى فرشاة للطلاء وماء. سأغمس الفرشاة في الماء، ثم سأضغط بها على المنديل الورقي. لا أريد أن أنقعه في الماء. سأستخدم القليل من الماء فقط في كل مرة.
الحبر على الورقة السفلية بدأ يظهر، سيبدو ملونا جدا. أنا سعيدة جدا بذلك. مرحبا يا أوليفيا، لقد انتهيت، لقد أحببت ذلك، كنت واثقة من ذلك. حان دورك. هذا أصعب مما كنت أظن. مهلا، لقد وجدتها، لكنني سأحتاج إلى ورقة شجر حقيقية. أحمل هذه معي دائما. سأضعها على الطاولة ثم أغطيها بورقة. سأضغط عليها بيدي وسأدعك إصبع الباستل على الورقة. سيخلق هذا انطباعا بوجود ورقة شجر. يبدو هذا جيدا، لكنني سأجعله أفضل من ذلك. سأغير اللون، سيكون هذا رائعا. يجب أن يفي هذا بالغرض. ألقي نظرة على هذا. هل من المفترض أن أشعر بالانبهار؟ أو لم أنتهي بعد. سأفرغ الورقة الآن. سأتبع الخط الخارجي فحسب وسأتحرك بهدوء وروية. تدا! إنها لطيفة. هذا ليس نوعي المفضل. لدي شعور جيد حيال هذا. مهلا، لقد فزت. هل رأيت ذلك؟ أوه، هذا غير عادل. لا، سأعطس. أعطيني ذلك المنديل. هذه كمية كبيرة من المخاط. انظري إليها. آسفة، يمكنك استعادة المنديل مرة أخرى. فمي! لا، احتفظي به. هل هذا يعني أنني فزت؟ وقت العجلة دورت مجدداً. حسناً، ها هي ذا تدور مرة أخرى. اختارت سماءً مليئة بالنجوم. وجدتها، أين طلع؟ أحتاج إلى أن أبدأ. أطلع أجهز فرشاتي، حان وقت الفن. حسناً، سأبدأ باللون الأسود، أود رسم خط. والآن سأضع قطرة كبيرة من الأزرق أسفله، ثم المزيد من القطرات الكبيرة من الأرجواني والأزرق والأصفر والبرتقالي. والآن سأحرك الطلاء بالفرشاة من جانب إلى آخر، إنه يخلق تأثير ظلال. دعوني أواصل هنا باللون الأصفر. يبدو هذا جيدا، وسأضع المزيد من الأسود هنا بالأسفل. أظنني أود وضع بناء في رسمتي للأفق أيضا. سور صغير سيكون لطيفا بجوار الشجرة مباشرة. لا أريد أي أغصان جرداء، بعض الضربات الخفيفة ستصنع أوراقا. جميل جدا. أظن أن علي البدء. سار ما يحدث. الأزرق إذن، وربما المزيد من الأزرق أيضا. أجل، أحب الألوان الداكنة، إنها ممتعة. يا فرشاة رسم، مستعدة لبدء العمل. أحب نتيجة ضربات الفرشاة هذه للغاية. انظروا إلى طلائه وهو يتحرك على اللوحة. ها نحن ذا على رسمتي بأكملها حتى الحواف. أوفا، تساقط الطلاء على لوحتي بأكملها. مهلا، لحظة، يبدو هذا مذهلا. انظري، انتهيت من رسمتي لليلة مليئة بالنجوم. أجل، يمكنني رؤية ذلك. رسمتك مبهجة بالتأكيد. أجل، شكرا جدا، تستحقين هذا بالتأكيد. لا أظن أني قادرة على تناول لقمة أخرى. بقيت قطعة واحدة سأتناولها، لكن أنا أردتها. خطرت لي فكرة. أوبس، انزلق إصبعي. هذا مقرف. حسناً، تستحقين هذا. متى ستكبرين؟ أنت بدأت أولاً. يا بنات، لا أسمح بهذا التصرف في منزلي. يكفي. هل أعاقبكما أم لدي العقاب المثالي؟ أين نحن؟ هل أمنا ساحرة؟ دعك من ذلك، إنها كيكة. يمكنك تدوير العجلة أولاً. لا بأس. مخللات؟ حسناً، سأجرب أي شيء. مقرف. سأتذوقها. مقرمشة. وهيا إلى الكيكة، تبدو هذه جميلة. سأضع واحدة أخرى هنا. مهاراتك في إعداد الكيك مشكوك فيها. راجعيها يا بنت. دوري الآن. عيون من الحلوى، مرحة. لنرى، ها هي. أنا مضحكة جدا. سأجرب هذه أولا. نجدة، ساعدوني. لا، ماذا أفعل؟ هل أتصل بالإسعاف؟ أمي، أختنق. أعرف، قد يؤلمك هذا. واو، ضربة مثالية. هل فقدت شيئا؟ تدمرت كيكة المخلل. سأخذ هذا، أصبح شكلها جميلا. إنها أنيقة. كم أنت غريبة. انتهيت. دوري الآن، هذا مثير. حلوى القطن؟ أجل، ليس بالأمر السيء، بل إنه الرائع. ستكون مذهلة، تركيبة من النكهات. يا للروعة. أحب حلوى القطن، اتركي لي القليل. حان دوري، أعطني شيئاً حلواً من فضلك. فلفل حار؟ لا،
ربما لن يكون سيئاً كما أتخيل. لا يبدو حاراً جداً، لكنه تحد في النهاية. أصبح مزيج الألوان جميلاً على الأقل. ها؟ بهدوء. سأتناول حلوى القطن. لا أعرف إن كان هذا ينفع. أعني أن واحداً آخر لن يضر. هيا. أوه لا، يا للمصيبة. ربما يجب أن أنفخ عليه. ابتعدي، وصلت النجدة. أوف، مفعول هذا الفلفل عجيب. شكراً لك، ظننتها ستفسد. فسدت بالفعل. كان ذلك وشيكاً. أنت ابدأي أولاً هذه المرة. كلا، أنا خائفة، الصدارة لك. حسناً، إنها مجرد عجلة. رجاءً لا تصدمني. حبار، حسناً. هل ترين هذا؟ هل طلب أحدكم شيئاً شهياً؟ صحة وعافية. إنه لذيذ جداً، كم هذا مقرف. ربما يمكنني التخيل بأنه حلوى. كلا، مستحيل. سأضعها في الأعلى، ربما سيخفي المخلل مذاقها. هذا سيء فعلاً. حسناً، ما الحلوى التي حصلت عليها؟ أوه، أجل، مارشميلو. الكثير منه. سأتذوقه أولاً. يا لها من لعبة ممتعة. سأضعها في محيط الجزء السفلي. تبدو جميلة جداً. لا لا لا، لن يراني أحد. يمكنك تناول واحدة طالما تحتفظين بالحبار. دوري دوري، أرجوك. لا بأس، شكرا لك. سمك، حسناً، أنا جاهزة. القفازات جاهزة. القناع جاهز. سأبدأ الأكل. أعتقد أن السمك مفيد لك، لكن ليس فوق الكيك. سيكون مذاقه فظيعاً. أوف، يمكنني شم الرائحة من هنا. السمكة الثانية. سأدير العجلة بينما أنتظر. أوه، حرف إس. هذا يعجبني، لنجربه معاً. مستحيل، هذا رائع. انتبهي لمكان التصويب، انتبهي. هاي، توقفي، كاد يدخل في عيني. ربما لا أجيد التصويب. هل تعتقدين هذا؟ لكنه نجح. أحببت النتيجة فعلاً، تحفة فنية. حسناً، باستثناء الحبار. مهلاً، حلوى مجانية؟ ربما تجيدين التصويب. أعتقد أني بحاجة للتدريب على الرماية. يمكنك استخدامي في مقابل الحلوى المجانية. دوري الآن، ابتعدي، إنه دوري. أبعدي يديك، ستكسريها. آيس كريم، هذا ما أريده، أحبه كثيراً. أوه هيا، يجب أن يكون لي. يمكننا مشاركته، انتظري نصيبك. أنا بحاجة لبعض الآيس كريم. مرحباً، لن تمانعي لو أخذت القليل. محاولة جيدة. بهدوء، كنينجا. حقاً، كم تحب الآيس كريم. أنت طماعة، سأخذ هذا. هاي، إنها لي، أدير العجلة. حسناً، سأفعل. هو صلصة حارة، رائع. أعني، لست بحاجة لاستخدام الزجاجة بالكامل. قطرات قليلة فقط وستفي بالغرض. كثير جداً، هذا كثير. هل تظنون أنه سيحدث فرقاً في الطعم؟ ها، حظاً موفقاً. سأضع هذا في المنتصف. جميلة جداً. لو قمنا بإزالة السمك والفلفل الحار. الجولة الأخيرة، هيا بنا لنقرر. أنا فزت. بصل، من يختار هذه المكونات؟ أوه، يا لحظك السيء. شكراً، على ما أعتقد. سأبدأ التقطيع. رائع، أنا أبكي الآن. لحسن الحظ أني مستعدة. هذا أفضل بكثير. جيد، حبات الحلوى. سأضعها فوق حلوى القطن الشبيهة بالغيوم. جاهز، ما رأيك بمظهري؟ يفترض بي وضعه فوق كيكتي. حبات الحلوى، أنت لطيفة جداً.
حسناً، أعتقد أن الكيكة جاهزة. تبدو مقرفة. ربما طعمها مقبول. قد نتفاجأ. هيا بنا. إنها أسوأ مما تخيلت. كيكتي شهية، أحببتها فعلاً. على الأقل انتهيت منها. لماذا ظهر هذا المؤقت؟ حقاً؟ اختبار رياضيات؟ حسناً، إذا كانت الثلاث كيكات تساوي 30 والدونات، لماذا أشعر بالجوع؟ كيكة واحدة ضرب 2 من الدونات. لا أملك ما يكفي من الأصابع. لا أستطيع التركيز. وجدت الحل تقريباً. ما الحل؟ لا أعرف. هل يمكنكم مساعدتنا؟ انظر لهذا المكان الجميل. يا إلهي، انظري لهذه الرموز الهيروغليفية. أشعر برغبة قوية للمسها. يحدث شيء ما. أظن أن علينا الخروج من هنا. واو، ماذا حدث؟ كيف وصلنا إلى هنا؟ انظري لهذا الكمي من لوازم الرسم. هاي، ما هذا؟ إنه وحش فنان. هاي، هل يريدنا أن نقوم بأعمال فنية؟ هذا تحدي رسم. حسناً. يبدو أن الوحش جاهز للتحدي الأول. تبدو هذه السمكة. حسناً، أعتقد أن بإمكاني رسمها. ولكن من أين أبدأ؟ وجدتها. سأرسم خطاً لولبياً ثم سأضيف إليه التفاصيل. لا يمكنني نسيان حراشف السمكة. ثم السمكة الثانية، لديها خطوط كسمكة القرش النمر. والآن السمكة الأخيرة، لديها قدرة على التمويه للاختباء بين أعشاب البحر. والآن وقت أفضل جزء وهو تلوينها. ماذا يفعل يا ترى؟ سألقي نظرة أخرى. لا، انتهى الوقت. أحتاج للقليل فقط. إنه يجمدني. واو، كان عليها الإصغاء للوحش. لكني أنهيت رسمتي. رسمت 3 سمكات ولونتها أيضا. لقد أعطاني سمكة. إنها سمكة حقيقية أيضاً. ماذا يفترض بي أن أفعل بها؟ لن أتناولها بكل تأكيد. ياي، حولها إلى سوشي. بالتأكيد يمكنني تناولها بهذا الشكل. يوجد أيضاً عيدان لتناول الطعام. سألتهمها الآن. شهية وطازجة. ما زالت نيومي مجمدة. وماذا عنها؟ وأخيراً شعرت ببرد شديد. تفضلي تناولي بعض السوشي. شكراً توماس، هذا من لطفك. يا ترى ما الرسمة التالية؟ إنها زهرة. حسناً، لنبدأ الآن. رسم هذه الزهرة أصعب من السمكة. ربما بواحد من هذه الألوان. لكنها وردية وجميلة. وجدتها، هذا هو الحل. سأستخدم هذا اللون الأسود. أصبحت الآن جاهزا لرسم هذه الزهرة الجميلة. لا أعلم ماذا يفعل، لكنه غريب عجيب. بوسعي رسم هذه الزهرة بإتقان. سأقوم أولا برسم البتلات، والآن سأنتقل للطبقات الخارجية. بدأت تظهر ملامحها. انتهيت. أسهل من السمكة بكثير. انتهى الوقت. ها هي زهرتي. إنها تصور المشاعر التي أشعر بها عند رؤيتها. هذه زهرتي أيها الوحش. مستحيل أعجب الوحش بزهرتي. ما أجمل هذه الزهرة. حان الوقت لأكلها. أتوق لرؤية التالي.
لا أصدق، هذا برجر شهي. يا إلهي، سيكون رسمه صعبا. سأتأكد من مقياس الرسم. تبا لا يفيدني هذا. وجدتها، سأستعين بالمسطرة. جيد، حصلت على القياسات. والآن ما الأداة التي سأرسم بها؟ يجب أن أتخذ القرار السليم. الوقت ينفد. سأستخدم اللون الخشبي. أفضل خيار هو الطباشير. رسمت الخبز. سأرسم الآن الكاتشب والخس والخردل. ولن أنسى شريحة البرجر وقطعة الخبز التي في الأسفل. واو، هذا رائع. لا، أحتاج وقتا أطول. لم أتجاوز هذه الخطوط. أيها الوحش، انظر لرسمتي، ما رأيك؟ مرحى، أظنها أعجبتك. واو، لكن مهلا، هذا البرجر مجمد. كيف سأتناول برجرا محبوسا في مكعب ثلج؟ حتى البرجر تجمد على حظك. ماذا أحضر لنا هذه المرة؟ ياي، بيتزا المفضلة لدي. يفترض بها أن تكون أسهل. أحتاج لصورة مرجعية جيدة. هذه الصورة ممتازة. سأتتبع الشكل. حسناً، سأرسم البيتزا بقلم التحديد هذا. أظن أني وجدتها. هيا بنا. BIZZA. أظن أني بحاجة لشيء آخر. ماذا لو قمت بشيء كهذا؟ سأوصل الحروف بهذه الطريقة، ثم سأضيف الحشوة. والآن وقت التلوين. أتمنى أن أفوز هذه المرة، فأنا جائع. سألون الجبنة باللون الأصفر. أهلاً بالبيبروني. انتهى الوقت. يريد الوحش إصدار الحكم. لا، لقد بدأت للتو. حسناً، هذه رسمتي، لكنها مسودة. ها هي رسمتي أيها الوحش، أتمنى أن تعجبك. مرحى، فزت بهذه الجولة، وها هي البيتزا. واو، إنها ضخمة. سأطويها من المنتصف على بعضها. واو، تبدو شهية جداً. هيا بنا. واو توماس، إنها ضخمة جداً. ها قد أتى مع التحدي التالي. دونات وردية شهية. هذه سهلة. كلا، هذا سيء. سأبدأ من جديد. رسم الدوائر صعب. سأستخدم علبة طلاء هذه لرسم الدائرة. حسناً، بهذا الحجم مستحيل، إنها صغيرة جداً. مهلاً، لحظة، أعرف ماذا سأفعل. سأرسم محيط قبضتي. فيما كنت أفكر إنها ليست دائرة. مهلاً، لكن رأسي دائري. سينجح هذا حتماً. واو، سأستخدم ورق المربعات. يمكن أن تبدو المربعات كدوائر بهذه الحيلة. عليك فقط أن تتحرى الدقة في الزوايا. سأستخدم هذا اللون البني لتلوين الدونات، ثم أستخدم اللون الوردي للتزيين. سأستعين بأكثر من لون لتحقيق العمق للرسمة. سأترك بقعة فارغة من أجل حبيبات الزينة. انتهيت، تبدو مذهلة. يقول أن الوقت انتهى. على الأقل هذه دائرة، صحيح؟ نوعاً ما. أيها الوحش، انظر لدونات خاصتي. رائع، لقد أعجبت، كنت على يقين من ذلك. واو، حصلت على دونات. رائحتها شهية جداً، ومذاقها رائع. ربما لو استخدمت رأس أحدهم. يا فتيات، يا فتيات، أرجوكن. ها؟ من ذاك الفتى؟ كيف حالك أيتها الجميلة؟ أنا تائه في هاتين العينين.
إنه لطيف جداً. هاي، أنا رأيته أولاً، هل فهمتي؟ هو بالطبع كما تريدين. لحسن الحظ أننا متفاهمتين. أنت ملعبة بعض الشيء، لكن يمكنني حل هذه المشكلة. ستغير هذه كل شيء. مهلاً. واو، أستطيع أن أرى. كيف أبدو؟ لست ملعبة جداً كما كان في السابق. هل يمكن أن نبدأ؟ إنه وقت التحدي الفني. التقطتها، هذا سهل جداً. يمكنني النظر إليه طوال اليوم. هذا غريب. خدا. أوه، حلوة مجانية؟ قلبي، إنه في الواقع هذه بوبيت. ظننت أنه سيفعل شيئاً رومانسياً. أريد أن أرسم قلباً. كيف سنرسم باستخدام الحلوى؟ سأفكر. لقد وجدتها. لن يكون هذا صعباً. أنا بحاجة إلى لوحة مزج الألوان. سأضع الحلوى في الأقسام. سيضم كل قسم لوناً مختلفاً. والآن سأحتاج إلى الماء. لحسن الحظ يمكنني التأقلم مع أي موقف. هكذا أقضي حاجتي. كلا، أنا أمزح. سيذيب الماء الحلوى. انظروا، يحدث ذلك بالفعل. والآن لدي طلاء. كل ما أحتاج إليه الآن هو رسم شيء ما. سأبدأ باللون الأصفر. لا تحاولي تقليدي، أنا جادة في ذلك. هل يعتبر هذا تهديداً؟ من الأفضل أن أفعل شيئاً. ألوان مبهجة جداً. سأتقيأ. كيف يحب الناس أشياء كهذا؟ يجب أن أتحلى بالشجاعة. لست بحاجة إلى هذا. سأحتفظ بالألوان الداكنة. هذه هي مساحة الآمنة. أصفر، اذهب من هنا. هذا ما أفضل. ليست سوداء، لكنها تفي بالغرض. واو، لقد بدأت ميغان بالفعل. إلى ماذا تنظرين؟ إنها عدوانية للغاية. على أي حال، سأتناول هذه الحلوى وأستخدم قلم الرصاص هذا للرسم. سأبدأ برسم الخطوط العريضة للقلب. أشعر كأن أحدهم يراقبني، مثل الصقر. أنت غريبة جداً. والآن رسمت بوبيت وسأملأ الفجوات. الرسمات أحادية اللون هي الأفضل. أشعر بالملل. أعتقد أنني منحتكما ما يكفي من الوقت. أرياني رسمتيكما. آمل أن تنال إعجابك. توقعت المزيد من الألوان. إنها كئيبة مثلك. لا يمكنني النظر إليها أكثر. التالي. يا له من قلب جميل بألوان زاهية. الفائزة في هذه الجولة هي ميغان. أجل، فعلتها. لا تنظري إلي. نانا. يا له من تحد غبي. خلل، نظام إعادة التشغيل. هل أنت بخير؟ أوقفيه. ما هذا؟ شكراً، أنا بحاجة إلى هذا. ماذا تفعلان؟ نحن جائعتان، لم نتناول سوى بقايا الحلوى. وأنا جائع أيضاً. لا تقلقا، سأطلب طعاماً. مرحباً، هل يمكنني طلب الطعام؟ أجل، برجر وبطاطس مقلية ومشروب غازي. رائع، شكراً، لن يستغرق هذا وقتاً طويلاً. لقد وصل بسرعة، هذا مذهل. كنت أنتظره بشغف. مهلاً، أين طعامنا؟ إنه لذيذ جداً. وهذه البطاطس المقلية، إنها شهية بالفعل. هاي، هنا. ماذا؟ حسناً، سأعود حالاً. تفضلا، آمل أنكما تحبان الكب كيك. هذا أفضل من لا شيء. يبدو شهياً. أنت محقة. هذا لعاب يسيل. على اللحظة، هذا ليس للأكل بل للرسم. حسناً، لكن لم ينتهي الأمر بعد. كيف سأفعل هذا؟ لقد وجدتها. يجب أن أقص قليلاً. ماذا يحدث؟ لدينا عرض ضوئي. هذه هي الظروف المثالية. هل هناك شيء أفضل من عاصفة قوية؟ بقي علي فعل شيء آخر. سأضع هذا القلم في الكاب كيك. يجب أن أثبته جيداً. والآن يمكنني بدء في الرسم. سأرسم حول ظل الكاب كيك، ثم أضيف بعض التفاصيل الصغيرة. يجب أن أسرع قبل انتهاء العاصفة. يبدو مثل الكاب كيك تماماً. أنا سعيدة جداً بهذه النتيجة. تفوقي عليها. كيف؟ لكن سأهزمك. سأريك. في الواقع، أنت بحاجة إلى زيارة أخصائي نفسي. هل يمكنني تغيير مقعدي؟ أجل، إنها مجنونة، لكن أريد رؤية رسمتيكما. أعتقد أن هذه رسمة شهية بالفعل. كلا، هذا فوضوي جداً. لقد جعلتني عدوة لك. هذا منطقي. بالطبع هو كذلك. ماذا عنك يا وينزداي؟ أنا مندهش. برافو، لقد فزت في هذه الجولة. كنت أعلم. وسأتناول الكاب كيك. إنه لذيذ. ماذا عن خاصتك؟ مهروس، لكن لا يزال بالإمكان تناوله. أبدو مثل أفراد القبائل الاستوائية. لنبتعد عن الجزيرة. هل تريا هذا؟ سيطاردني هذا في أحلامي.
كانت أمي تحب هذه الرقصة. أرسم صديقي الجميل. حسناً، يمكنني فعل ذلك. سيكون أي شيء أفضل من رقصة. لقد بدأت أولاً. هون، لا تنظري، عليك المجيء بأفكارك الخاصة. أوه، أنت مزعجة جداً. هذا سخيف، يجب أن أبدأ من جديد. وخذي دروساً في التحكم في الغضب. هذا ليس جيداً. كيف رسمت هذا الشيء؟ ربما يمكنني جعله شبيهاً بي، شبيهاً به. أعتقد أنه علي الرسم مرة أخرى. لما هذا صعب جداً؟ بل هو مستحيل. أنت محقة. مهلاً، لقد نفذ الورق. لماذا يحدث لي هذا؟ طفح الكيل. حتماً هناك حل. لا شك أنني سأجد شيئاً هنا يمكنني استخدامه. لنلقي نظرة. ديناصور؟ كلا، قد يكون هذا الروبوت مفيداً للسيطرة على العالم. حبة يقطين صغيرة؟ كيف وصلت إلى هنا؟ لا تنظري إلي. أعتقد أنه يمكنني استخدام هذا، لكن سأجري عليها بعض التعديلات. سأبدأ بتلوينها باللون الأزرق. يجب أن أغطي ثمرة اليقطين بالكامل. والآن سأستخدم قلم التحديد لرسم الوجه. سأرسم العينين والأنف والفم، ثم ألون العينين. سأستخدم اللون الأزرق الغامق لتلوين الأنف. لقد قصصت قطعتي كرتون للحصول على الأذنين ولونتهما أيضاً. سأضع القليل من الغراء على حافة قطعة الكرتون هذا وأثبتها بثمرة اليقطين. لا تنتقد رقصي بقسوة. حسناً، حان وقت تقييم الأعمال الفنية، وسأكون صادقاً. هو هذا مذهل. هل سمعتي ذلك؟ لن أتمكن من التفوق على هذا. وينزي، نحن ننتظر. خذ هذا. ها، ما هذا؟ أنا لا أفهم شيئاً. هذا وقود للكوابيس. ها، إذن هل نالت إعجابك؟ كنت أنسى، ميغان هي الفائزة، يجب أن أذهب. لقد نجحت. هيا يا ميغان، هيا. يا لك من فائزة قبيحة. إنها لطيفة جداً، أنت صديقة مقربة. إنها وسيم للغاية. أوه، لماذا تحدقان بي؟ ماذا؟ أريد منكما رسم هذه القطة الجميلة. هل تفكرين فيما أفكر فيه؟ بالطبع. ليس لدينا أقلام. حقاً، هذا سخيف. استخدما مسدس الغراء، تفضلا. كيف فعل هذا؟ حسناً، من الأفضل أن نبدأ. يراودني شعور جيد حيال هذا. هيا بنا، لدي فكرة أفضل. سأجري اتصالاً. هو عزيزتي ميغان، يجب أن تساعدني. هذا سهل، يمكن لطفل صغير فعل هذا. من هذا الرجل الصغير الذي يقف على راحة يد ميغان؟ يا له من يوم غريب. هاو، قطة جميلة بالفعل، لكن ينقصها شيء. يجب أن تفعل شيئاً. وقتي تمين. حسناً، يمكنني فعل ذلك، لكن الأمر مكلف قليلاً. سأفعل ذلك مقابل 500 دولار. كم؟ لا يمكنني دفع مبلغ كهذا. كنت أعلم أنه علي دراسة الفن. هاي، اذهبي من هنا. اغربي عن وجهي. ها؟ وجدتها. مهلاً، قد يكون هذا مفيداً. من الأفضل أن أبدأ العمل. سأحول الرقم 500 إلى شيء لطيف. سأرسم الخطوط العريضة لجسم القطة حول الصفرين، وسيكون الصفران مخلبي القطة. ثم أضع لها شارباً. والآن حان وقت الفيونكا. يمكنني جعل الرقم 5 جسم القطة، لكن علي فقط وصله بالرأس. أعتقد أنني انتهيت. ها؟ أين وينزدي؟ ها؟ من هذا؟ لا أدري، وجدته بالقرب من مكب النفايات. مرحباً أيها القط، أنت جميلاً جداً. أعلم، إنه جميل. أعتقد أن شعرك بحاجة إلى بعض العناية. ستستمتع بهذا. كيف تشعر؟ أراهن أنك تشعر بالاسترخاء. انظروا إلى كل هذا الفراء، الكثير منه، وهذا ما أحتاج إليه بالضبط. إنه مثالي لرسمتي. سأضعه فوق رسمة القطة. لم أكن لأفعل ذلك بدونك. تبدو وسيماً. لا شيء أفضل من تدليل النفس. أعتقد أن هذا كافٍ، إنه يشبهك تماماً. شكراً أيها القط، أنت رائع. أعطني قبلة، لقد انتهى عملك هنا. هاي ماثيو، انظر إلى هذا. اتبعتما أسلوبين مختلفين. اتبعت ميغان أسلوباً بسيطاً. واو، وينزدي، لم أرى من قبل شيئاً كهذا. أنت الفائزة بلا شك. ياه، لم أشك في النتيجة. أوافقك الرأي، إنها مذهلة. أريد أن أعطيك إياها. وأنت لطيفة جداً. اقرأوا الطبول من فضلكم، حان وقت إعلان اسم الفائز. حصلت ميغان على 3 نقاط. وحصلت وينزدي على 3 نقاط أيضاً. لقد تعادلتما وليس هناك فائز. أهنئكما. ماذا؟ هل تمزح؟ حسناً، هل يمكنني الحصول على قبلة؟ لا أعتقد ذلك. مرحباً عزيزي. هي؟ هل نذهب؟ كنت آمل أن تقول ذلك. لا يهم، لنرقص. حركات جميلة. هذه المصاصة لذيذة. مرحباً. كيف الحال؟ هل أنت بخير؟
مرحبا يا رفيقي، ما الذي يمكنني أن أقدمه لك؟ لدي بعض النجوم الرائعة هنا، يبدو جيدا. هذا فظيع جدا، هذا إنه مخيف قليلا. ماذا لدي أيضا؟ عناكب؟ ستغضب أمي كثيرا. وجدتها، جمجمة. ستراودني الكوابيس. حسنا، ماذا تريد؟ ماذا عن هذا؟ إنه لطيف للغاية. حسنا، لديك حرية الاختيار فيما توشمه على جلدك. أتحرق شوقا. لا ينبغي أن يكون هذا صعبا. أجل، هذا مثالي. سأدعوه ديزي. كدت أنتهي، إنه يحتاج إلى شيء إضافي. لكن ماذا؟ أوبس، أنا آسفة يا رفيق. كلبان، كلبان، إنهما كلبان. أنا آسفة للغاية. هذا أفضل يوم على الإطلاق. إنهما لطيفان للغاية. عجبا، هذا شعر كثير. تفضل، جرب هذا. لا أظنه يعمل، إنه بلا فائدة. ما الذي يمكننا استخدامه؟ وجدتها، هذا الشريط لاصق للغاية. أعطني إياه. من الأفضل أن ينجح هذا، وإلا أتحتاج إلى بعض المساعدة؟ النجدة، أنا عالق. نفذت أفكاري، بدأت أشعر بالغضب. مصاصتي، الأمر يستحق التجربة. هذه فرصتك الأخيرة، لابد أن ينجح هذا. هل تنظري إلى هذا؟ أظنني لن أتناول هذه بعد الآن، على الأقل أنا بأمان. ديزي وبيسكيت، لنذهب إلى المنزل، سيكون أصدقائي متحمسين لمقابلتكما. ماذا تعتقدين أعدت لنا؟ حسناً، هل أنتما مستعدان؟ يبدو أن اختياركما هذه المرة هو ولد. أنا متحمسة لرؤية ما ستنتجانه. خاب أملي لأكون صادقاً. يا للهول، انتهت التسالي، وهذا شيء يستحق أن أحزن عليه. حسناً، ماذا سأفعل الآن؟ انتظروا قليلاً، أصبح طبقي فارغاً الآن. أجل، سينجح ذلك، لدي خطة رائعة. ماذا تفعل بهذا الطبق وقلم التحديد؟ لا أفهم لماذا ترسم على طبقي هكذا. لا تقلق بشأني، أعرف ما أفعله. سأنهي رسم رجل العصا الصغير على هذا الطبق. يا للهول، ماذا علي أن أرسم لأجل ذلك؟ سأجرب كتابة الكلمة مجددا، يبدو أن ذلك ينجح معي. حسنا، ها نحن، كلمة ولد بوي، وسأحولها. سأمنحه نظارة وشعرا، يبدو جيدا. لن أنسى الأذنين والذقن والأنف والفم. حسنا، أنهيت رسم رجل العصا، أعتقد أنه بحاجة إلى بالون أيضا. ها هو، ويحتاج إلى خيط حتى لا يطير البالون. شيء ما عالق في أسناني، هذا كريه. هذا لا يفيد، ربما سيساعدني مشروب. هذا أفضل على ما أعتقد. أعتقد أنك بحاجة إلى شعر برتقالي، باقي القليل وسأنتهي من الشعر. حسناً، أتريد قميصاً أخضر؟ بالتأكيد، انتهيت. كلا، سكبت الماء على فتاي. إنه يغرق، علي فعل شيء لإنقاذه. كلا كلا كلا، يا رجل العصا، لا تهلع. مهلا، شيء ما يحدث، شيء يحدث لرجل العصا. أنتم محقون، لن يغرق لأنه يطفو. إنه لطيف جدا، لقد أحببته، أبليت بلاء حسنا. هل فزت في هذا التحدي؟ محال، هذا مذهل. حماسة للرؤية التالي. حسنا، ها هي العجلة تدور. ها نحن، توقفت عند طائر الفلامينغو. لا يسمح بالكثير من الإبداع، ماذا ستفعلان؟ الفلامينغو، لا أعتقد أني سبق لي رؤية إحداها في حياتي. أهذه مسحة؟ لا أمل في كسب هذا التحدي. ماذا سأفعل؟ إنها وردية اللون، أليس كذلك؟ أعتقد ذلك. كلا، هذه الفكرة لن تنجح. أوف، لا يمكنني تحمل هذا، لا أعرف ماذا سأفعل. مهلا، ما هذا الذي على يدي؟ أهذا طلاء؟ يا للهول، أصبح طلاء الورد يلطخ يدي أيضا. مهلا، انتظروا قليلا، خاطرت لي فكرة، لأرى ما سيحدث إذا بدأت ببصمة يد. هذا لطيف جدا، ويمنحني فكرة أخرى. سأبدأ بتحديد يدي،
والآن لتعديل هذا الإطار الخارجي سأرسم العين والمنقار. سألون المنقار أولاً بما أنه أسود، وسأوزع اللون الوردي على شكل كله الكثير من الوردي. سأواصل التحرك باللون الكثير من الوردي فعلاً، لكنني كدت أنتهي. ها هو قلم تحديد وردي سأحتاج إليه، والآن سأحول رسمة يدي إلى طائر استوائي. ها هو المنقار الأسود، حان وقت رسم العينين والساقين. ها هما الساقان نحيلتان باللون الأصفر، وقد انتهيت. حسناً يا طلاب، أروني لوحات الفلامينغو التي أنهيتموها. ها هي لوحتي عن الفلامينغو، وها هي لوحتي أيضاً يا سيدتي كما طلبت تماماً. أرى أن لدينا لوحة للجسد كله ومنظر جانبي للرأس. أبليتما بلاءً رائعاً. صحيح، يدك ملطخة بالطلاء. أجل، أعتذر عن ذلك. حلوة جداً، إنها مصدر إلهام لي في الرسم. ماذا يحدث هناك؟ أوه، أنت تعلمين القوانين يا فتاة، الحلوى ممنوعة. وما الحاجة إلى كل هذا السكر؟ هو ما مشكلة هذا؟ هل تريدين أن أوضح لك؟ رائع، ها؟ رسمتها بنفسي. هذا مثير للفضول. ماذا يحدث هنا اليوم؟ يا إلهي، المديرة؟ الحلوى ممنوعة، حان وقت العقاب. لا، انتظري. ها، ماذا المكان؟ أهم، انتبه الآن، حان الوقت لاختيار أدواتكما. هذا نداء الطائر، والتحدي الفني الأول لكما. سأفكر. هذا الوشاح، يجب ألا يكون هذا صعبا بالنسبة لي. ماذا؟ هل هذا ما أفكر به؟ ابتعد من هنا أيها الطائر الغبي. منحني هذا الأفضلية، ولدي الشيء الذي سيمنحني ميزة إضافية. هو كيف وصلت هذه إلى هنا؟ لا يهم، كما كنت أقول. هل هذه مسحة قاسية؟ حسناً، حصلت على أغراضي أخيراً. هو رائع، كتاب آخر ممل غير مفيد. نظارات سباحة؟ لا أجد أي منها مفيداً. ما كل هذه الرياضيات؟ وكأنني أعلم ما يعنيه أي من هذا. يبدو أن بإمكاني هذه الحروف مساعدتي في مهمتي. عندما أنتهي من رسم الجسد سأستخدم هنا بعض الأرقام السحرية، وعلى الرأس أيضاً. أصبح يبدو كطائر، أليس كذلك؟ انتظروا فقط حتى ألونه. هل أنت بخير يا عصفور يا صغير؟ سأرسم لك ريشاً جميلاً بألوان زاهية. انتهيت. ما رأيك؟ هل ترين الأرقام هنا؟ مذهل. وأنت؟ لقد علقت أسفل هذا الطقس السيء. هذا كل ما لدي. مقزز، لقد فزتي بالجولة يا آني. ياي لي، شكراً. لا يمكنني العمل في هذه الظروف، كان علي رؤية ذلك قبل وصوله. سنبدأ التحدي التالي. رأيت الكثير من التفاح خلال اليوم، أعرف كيف أبدأ، والسر هنا رسم دائرة مثالية. لكن أين سأضع عودها؟ أخذت الدائرة مساحة الورقة بالكامل. سأعود إلى نقطة البداية. يمكنني الاستعانة بشيء ملهم. مهلاً، أرى تفاحة مثالية. يبدو أنها مشغولة. سأذهب، سأنفذ مهمة التفاحة بالكامل. أنا مزودة بالسلاح ومستعدة، كل ما أحتاج إليه هو قص التفاحة. ماذا تفعل آني؟ توقفي، اجلسي مكانك. عذراً. يا إلهي، كان ذلك وشيكاً. أعتقد أنني سأرسم الشيء الذي أعرف، مثل كلمة أبل، إنها سهلة. P-P-L-E. مهلاً، إن قسمت الكلمة على 5، هو التفاحة. سأقترب من تحقيق هدفي. حسناً، سأجعل 5 أكبر حجماً. من كان يعلم أن الرقم قادر على صنع نصف تفاحة؟ لم يعلم أحد أن الرسمة بدأت برقم، خاصة عند الانتهاء من تلوينها.
سأمزج الألوان جيداً لتصبح أجمل. هاو، لن أنسى رسم العود. سأرسم القليل من الظل أيضاً وبضع تفاصيل أخرى صغيرة. ستبدو هذه التفاحة جميلة كثمرة حقيقية. ما رأيكم؟ تدا، انتهيت. وأنا أيضاً. تبدو كتفاحة حقيقية. وهذه تافهة. حسناً، هذا لا يحتاج إلى تفكير. برافو آني، لقد فزت. مرحة. أتمنى لو كانت لدي تفاحة حقيقية. وأنا أيضاً. التهم أحدهم هذه التفاحة بالفعل. لحسن الحظ تفاحتي طازجة. جروي الصغير الجميل، إنه وسيم جداً. لما لا ترسمانا وأنتما الاثنتان حالاً؟ لنبدأ. وأنا خبيرة في الكلاب، إنه مجرد رأس وجسد وأربعة سيقان. لكن يبدو هذا تافياً، أليس كذلك؟ سأجرب مجدداً. أعتقد أنه كلما كان أكبر كان ذلك أفضل. ما زال فظيعاً. كلا، فظيع أيضاً. ماذا؟ أعتقد أنه خطرت لي فكرة. سأستخدم يدي كدليل للرسم، لأنه بمجرد الحصول على الخطوط العريضة يمكنني الابتكار بوضع التفاصيل. صدقوني، ستكون النتيجة رائعة. سيمنحني هذا اللون لون الشوكولاتة البنية. ولن أنسى اللسان الوردي، سمة مميزة للكلب. تدا، هل يعجبك؟ التشابه مذهل. وأنت؟ آني؟ ماذا؟ لم ترسمي شيئاً؟ يعني هذا أن إيما هي الفائزة. تبدو هذه شهية. شكراً لك. كلاب من الشوكولاتة، سأبدأ بتناول هذا. يبدو لذيذاً وطري أيضاً. هذا ليس عدلاً. إذا يا عزيزتي، خذي واحداً. حقاً؟ شكراً لك. وجدتها، رسمة واقعية. يا فتيات. عذراً. هل سنرسم يداً؟ حسناً، لدي خطة. لنرى، قد تنجح هذه اليد. لكن هذه أفضل بكثير. أجل، سأستعير هذه اليد. كل ما علي فعله هو تحديد هذه اليد. سأضمن الفوز بهذه الجولة. انظري. لحظة واحدة. حقاً؟ حسناً، هذا ممتع بالفعل. في الواقع وجدتها، فتاة مهذبة. هاني؟ حسناً، هذا غريب. هل يوجد شمع هنا؟ أبعديها عني، فأنا أحاول الرسم. مهلاً، أتعلمين؟ قد تكون هذه مفيدة. الفن نابع من الإلهام وليس التقليد. وهذه الأصابع المتنية منحتني فكرة رائعة. الأظافر الحمراء هي الأجمل، أليس كذلك؟ إنها جميلة بالفعل. انتهيت. أين ذهبت؟ لا يهم. ارفع ما قمتما برسمه. حسناً. واو، كيف تمكنت من فعل ذلك؟ تبدو رسمتي قبيحة بجوار رسمتها. يا إلهي، هذا مذهل. لمن تلوح؟ ها هي جائزتي. يا لها من جائزة رائعة. أنا الملكة، ها تشعرين بالغيرة؟ أحسنتِ. لا تفكري بالأمر حتى. مرحباً يا فتيات، هل يمكنكما رسم هذا الشيء؟ ابدأ الآن. ستكون مهمة سهلة للغاية. ستتميز هذه الجولة باللون الوردي. سأرسم أولاً الكوب الورقي. اللون الوردي هو المفضل لدي. لم تأخذ الحجم بعين الاعتبار. سأفترض أنه 10 سنتيمتر.
والآن سأنتقل إلى الجزء الألذ. شهي، ربما أخطأت في اختيار اللون الأخضر. هجل، هل يفترض أن يكون هذا آيس كريم؟ لم أقصد رسم هذا. أردت اللون الأخضر، صحيح؟ أخطاء المبتدئين. كلما كان الشكل حقيقياً كان ذلك أفضل. سأبدأ بكرات الآيس كريم الكبيرة. سيأتي اللون في المرحلة التالية. هكذا يكون الأساس أفضل. هترين ما أعني؟ لا يمكنك ارتكاب أي خطأ عند رسم هذه التفاصيل. هترين؟ آيس كريم، إنها مكتوبة على الكوب. وأخيراً يحين وقت التلوين. أشعر بالجوع بعد رسم الآيس كريم. هذا ما يحدث عندما ترسم أشياء أقرب إلى الواقع. كنت أنتهي؟ بضع تفاصيل هنا وهنا. انتهيت. متعي نظرك بهذا. أريني. هذا ما يمكن أن أصفه بالتحفة الفنية. هيا. تحول إلى دلو كبير من الآيس كريم الحقيقي. ربما هذه الجائزة هي الأفضل حتى الآن. هذه مأساة. أكره البروكلي. مذاقها كأوراق الأشجار. سأعدل مكياجي قليلاً بينما ننتظر. تحتاجان إلى ثاني شيء، العجلة الدوارة. لقد ضغطت الزر. ما الذي سنحصل عليه هذه المرة؟ يبدو أنها مسحة قطنية. تعلمان، من النوع الذي يوضع في الأذن. لا أفهم الأمر على الإطلاق. كلا، دخل المسحوق في أنفي. طارت المسحة القطنية عبر الغرفة. أوتش. معذرة جميعاً. هل هذه طبعة وجهي من الصدام باللوحة؟ يا إلهي، لديك ممسحتين في أنفك. لم يمكنني الشعور بهما. حسناً، سأحرك بعضها من هنا. والآن سأرسم سيدة جميلة ترتدي فستان، وسأرسم لها شعراً طويلاً أيضاً، فلما لا أفعل ذلك؟ حسناً، تبدو النتيجة جيدة حتى الآن. والآن سأقطع أحد طرفي المسحة القطنية، وسأفعل المثل مع بقيتها. والآن سأزين الفستان بالمسحة القطنية والغراء. سأرتبها بجوار بعضها البعض وأتأكد من أنها ثابتة. انتهيت من الصف الأول، والآن وقت الصف الثاني. سأستخدم المسحة الخضراء والزرقاء لهذه الطبقة. من كان يعلم أن العمل بهذه المسحة القطنية سيكون ممتعاً؟ علي إنهاء الطبقة العلوية من فستانها أيضاً. انتهيت، حان الوقت لأتباهى بعملي الفني. ما رأيك سيدتي بالفستان؟ إنها أيقونة في عالم الموضة. عجباً، ليته فستاناً حقيقياً بإمكاني ارتداءه. كل ما لدي هو طبعة وجهي من العطسة. حسناً، سأمزج القليل من هذا اللون. فرصتي الآن بينما هي غير منتبهة. تبدو هذه التفاحة شهية. لابد أنها حلوة وطرية. تباً، كيف أصبحت تحمل تفاحة؟ شكت بي. حسناً، أعتقد أن هذا المكان صحيح. سنرى آخر الأخبار. هاي، كيف حالك؟ لم نتحدث منذ وقت طويل. قد أفعل هذا بمانيكيري أيضاً. وأخيراً، يحدث شيء ما. انظري لهذا الضوء، يقترب منا كائن فضائي. هذا مثير. رائع، متحمسة لرؤية ما سيحدث لاحقاً. مهلاً، لا يسمح لي باستخدام أي من يدي. يسمح لي باستخدام يد واحدة، ولا بأس بذلك. حان الوقت لرسم الكائن الفضائي الصغير. هذا هو رأسه، وسأرسم جسمه الآن. ويجب أن يملك الكائن الفضائي ذراعين، ثم سأرسم ساقيه الرفيعتين، وبعدها أضيف بعض التفاصيل. والآن إلى العيون التقليدية الكبيرة، وأنف صغير، وفم صغير أيضاً، ثم أجعله يتحرك. لقد رسمته بشكل مثالي بيد واحدة. يا إلهي، بجوار كائن فضائي حقيقي. إنه يفعل شيئاً بطبقي وقلمي. لنرى ما رسم. يبدو أنه حاول رسم كائن فضائي. أيها السيد الفضائي، انظر ماذا فعلت بطبقي. أترى؟ يمكنني أن أجعله يرقص بتحريك الماء. يا إلهي، إنه يتحرك بطريقة رائعة. هل أعجبك؟ أجل، لقد أحبه. واو، هي لها من كيكة جميلة بشكل فضاء. إنه يضعها أمامي. أعتقد أنها أصبحت لي. تفضل، خذ هذا. لعلها أفضل كيكة رأيتها في حياتي.
هو لقد حصلت هي على كيكة بينما حصلت أنا على لا شيء، مجرد خربشات لفضائي على طبقي. هي ماذا عن طبقي؟ ألا تريد هذا أيضا؟ ربما تبدله بكيكة؟ كلا تبانة، أنت من رسمتها؟ لا أصدق هذا. تبدو شهية، سأتناول لقمة منها. كيكة فضائية شهية، سعيدة جدا لحصولي عليها. هذه الحلوى المفضلة لدي، إنها بنكهة الفواكه. النكهة الاستوائية هي الأفضل برأيي. أهلا، خطرت لي فكرة، سأسكب بعضها من الكيس. إنها بألوان جميلة وزاهية، أحب الوردية من بينها. الآن حان وقت التنظيم، سأبدأ بالحبات الزرقاء ثم الوردية. جيد، إنها مرتبة وجاهزة للسحر. رائع، نجحت، حولتها إلى بوبيت تماما كما أردت. حان وقت اللعب بها الآن. هي ما بك؟ ماذا تفعلين؟ يجب أن نرسم. أوه معك حق، نسيت، انشغلت بلعبة بوبيت. إنها فرصتي، سأستخدم هذا. في الواقع سأستعين بها في رسم لوحتي. سأبدأ بهذا الطلاء. حسناً، سأطلي الجزء الداخلي منها بهذه الفرشاة. أنا متحمسة جداً لرؤية النتيجة في النهاية. حسناً، سأفعل الآن الشيء ذاته بالصف البرتقالي. إنه جاهز، والآن سأجربها. سأقلب لعبة بوبيت فوق الورقة وأبدأ بالضغط عليها. أحمر، أحمر وأزرق هذه المرة. تباً، إنها تستخدم كلتا يديها كما لو أنه مسموح لها. أهلاً، أعرف ما علي فعله. سأستخدم أنفي، سأضع نقاط الطلاء على الورقة باستخدام أنفي. يسير هذا بشكل جيد. سأبدل الألوان الآن. انظري، صنعت شكل بوبيت بأنفي. ياي، وأنا رسمت واحدة أيضاً. إنها جميلة في الواقع. انظري لهذه النقاط الجميلة، إنها أفضل من نقاطك. واو، القوة السحرية، بسكويت بوبيت. سأتذوق. يا للروعة، شهياً جداً. يبدو شهياً فعلاً، سأتناول واحدة أيضاً. أترين هذا الضوء؟ أوه، يبدو أننا حصلنا هذه المرة على صندوقين. سأخذ هذا. مستحيل، انظري إلى ما لدي، علبتان من بخاخ الطلاء. ماذا يوجد في صندوقي يا ترى؟ لا فكرة لدي، سأفتحها. واو، صندوق مليء بأقلام التلوين الخشبية، أحببتها فعلا. أوه، صندوق آخر صغير، ماذا يوجد بداخله يا ترى؟ سأفتحه لنعرف ذلك. لم أتوقع هذا إطلاقا، إنها عين من الجالي، طرية جدا، سأكلها لأني أتضور جوعا. لذيذة وطرية أيضا. واو، استمتعت بتناوله، ليته يوجد المزيد منها. هي انظري، يسمح لنا باستخدام أيدينا هذه المرة. أحضرت القفازات وأنا مستعدة للرسم. سأبدأ باللون الأزرق وأرسم بقعة في المنتصف، والآن سأستخدم هذا الكوب كدليل لي لاستخدام الطلاء الأبيض. حصلنا على دائرة زرقاء مثالية، ولاحقا سأحتاج هذا الطبق وأضعه مواجها للورقة، ثم سأستخدم الطلاء الأسود، القليل من اللون الأسود في المنتصف لحدقة العين لتصبح عينا. أنا مستعدة بأقلامي ويدي. هيا بنا، سأرسم عيناً بيد واحدة، ستكون النتيجة جميلة. وأعتقد أني انتهيت. تدا، وجهي السعيد جاهز. واو، كيف فعلت هذا؟ ماذا؟ عيني الصغيرة والجميلة، أليست مذهلة؟ مستحيل، حول السحر رسمتي إلى عين حقيقية، إلا أنها أضخم. مستحيل، لا أصدق، إنها عملاقة. هل يمكنني تناول القليل؟ أو كلا، إنها لي. ولا أنا بالإذن أريد تناولها. أو تباً، فأنا لم أشاركها كيكتي. واو، ماذا يحدث؟ ما هذا؟ واحدة أخرى؟ هناك المزيد. ها؟ أو حصلنا على قطعة ورق. أو يحدث شيء ما؟ إنه السحر ثانية. انظري، كوزو آيس كريم جميل، كم هو جميل، يبدو لذيذا أيضا، ليتني أملك واحدا حقيقيا. أوه رائع، ماذا لدي؟ سيكون هذا ممتعا. أوه، بدون يدين ثانية، يا لحظي، يمكنني استخدام يد واحدة وفرشاة التلوين، وسأغمسها في الطلاء. أعتقد أني سأبدأ باللون الأحمر. سأقوم بطلاء الآيس كريم. سأضع على الرسمة نقاطا بألوان مختلفة. وضعت الأحمر والأصفر والأزرق ومعظم الطلاء الأبيض، ثم سأضيف القليل من الماء لمزج الألوان. أوه، انظروا إليها وهي تلون. من الأفضل أن أبدأ. أعتقد أن علي استخدام فمي، يمكنني القيام بذلك. حسنا، سأضع بعض النقاط على هذه الورقة، وسأضع القليل من هذا اللون أيضا، وربما سأضيف هذا اللون هنا. أوه لا، أصبحت فظيعة.
حسناً، أظن أن هذا ما حصلت عليه. تدا! إنها ملونة على الأقل. هذا ما تمكنت منه. انتهيت من تلوين كوزي الآيس كريم أيضاً. أترين؟ نتيجة تقنية المزج رائعة. أحببتها بالفعل. تحول إلى آيس كريم حقيقي تماماً كما تمنينا. يشبه كوز الآيس كريم الذي لونته أيضاً. حان الوقت لتذوقه. أمل أن يكون لذيذاً. شهي جداً. أعرف أنك تتمنين الحصول على واحد أيضاً. ماذا ينتظرنا هذه المرة يا ترى؟ هذا مثير. يا إلهي انظري، ضفدع جميل. انظري إليه وهو يقفز. حسناً، أنا مستعدة لرسم ضفدع. واو، أنا أيضاً أحب الضفادع. سأجهز ورقتي. مرحى، يمكنني استخدام كلتا يدي. ويمكنك استخدام يد واحدة. يبدو أني سأستخدم هذا القلم المدبب لرسم الضفدع. سأبدأ برسم نصفي قلبين بهذا الشكل، ثم سأصلهما معا من الأسفل بهذه الطريقة ومن الأعلى بشكل قوس. انظري لهذه الأصابع الصغيرة. رسمت عينيه وسأبدأ بتلوينه الآن. يجب أن أستخدم اللون الأخضر طبعا. إنه ضفدع محترم. يحق لي استخدام كلتا يدي وسأفعل ذلك. يجب أن أفعل ذلك أسرع بمرتين. يا لها من استراتيجية مذهلة. لقد كانت محقة بشأن الأصابع. إنها لطيفة جدا. حسناً، انتهيت من المسودة وحان وقت التلوين. سأفعل ذلك بسرعة وبشكل جميل، لكنه قد لا يكون لطيفاً. سأسرع أكثر. واو، انبعث الدخان من الورقة. ماذا هناك؟ كيف اشتعلت النار؟ حسناً، أظن أني انتهيت من رسم ضفدعي. يبدو أني تعجلت بتلوينه. حسناً، لم تشتعل رسمة ضفدعي وها هي. أليست جميلة؟ أوه، ما هذا؟ ضفدع جيلي؟ لابد أن أتى من لوحة الجميلة. حان الوقت لرج الصورة. تشك 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 تشك. هاو، الكثير من الضفادع. أوه يا إلهي، رائحة شهية بنكهة الليمون. سأتناول لقمة من هذا. لا يمكنني الانتظار أكثر. أوه رائع، كم أحب حلوى الجيلي. هاو، ماذا تفعلين؟ تمهلي. لا، أنا أحبها كثيراً. هل يود أحد الاشتراك في هذه المسابقة؟ أي شخص مرحب به؟ باستثنائك. اذهبي من هنا، يا لك من مقززة. واو، الآن هذا ما أريده. سيارة من تلك؟ لا تقلقي يا سيدتي، سآتي إلى بابك. ها أنت ذا، انتبهي لخطواتك. لقد طالت هذه الرحلة كثيرا. سيشرفني أن تأخذي منشوري. ابتعدي. ما هذا؟ دعوة لدخول مسابقة رسم؟ كلا، لما يجب أن تكون هناك رياح في أي مكان؟ لا من شيء هنا. أو ما هذا؟ مسابقة رسم؟ شكرا، أعطني ذلك. والآن انظري إلى ما فعلت. يبدو أن كلتيهما ستذهبان. حسناً، هل نحن مستعدون للرسم؟ لنبدأ الإحماء برسم قوس قزح. قوس قزح؟ ها؟ يا له من موضوع للإحماء. أعرف ما سأفعل. يمكن لحقيبة أغراضي أن تصبح مفيدة أخيراً. لنرى. مرحباً أيها الصغير. كلا. يا لك من فتى مطيع. ها هو ما كنت أبحث عنه. هل أنتم مستعدون لمشاهدة السحر؟ انظروا إلى هذه الألوان وهي تتحول إلى قوس قزح كامل. علي وضع عدة قطرات فحسب. ها نحن ذا، انتهيت. حسناً، بل كدت أنتهي. رائع، سأستخدم هذه الأداة. هل هذا مرضي أم ماذا؟ يتعلق الأمر كله باستخدام المتوفر لديكم. ها نحن ذا. هذا فضولي قليلا. والآن سأزيل الشريط اللاصق كله. لا مثيل لخط أنيق وسلس. حسناً، لنجعل هذا الخط ثلاثة خطوط مستقيمة. ها قد انتهيت. شكراً على المساعدة. هذا مثير للإعجاب، أليس كذلك؟ أعتقد أنه جيد. أستطيع تولي هذا. مرحباً. هل علي أن أفعل كل شيء بنفسي؟ هذا جميل جداً. اذهب. أحتاج إلى مساحة لأتمكن من الإبداع هنا. هذا مثير للاهتمام. هذا واضح، فلتشاهدوا وتتعلموا جميعاً. إنه جميل بوجود كل هذه الألوان، أليس كذلك؟
انتظروا لتروا ما تعالي. هل رأيتم؟ يتسنى لي العمل أحياناً. وحين ينتهي ذلك يتبقى لكم مسحوق قوس قزح مدهش. انظروا إلى درجات الألوان الحيوية. تدا! كان ذلك مذهلاً حقاً. هو بالتأكيد لم أنتهي بعد، وكأنه فتى قوس قزح يرقص. يمنحه هذا شخصية، ألا تعتقدين ذلك؟ حسناً، كلاهما مثير للاهتمام، ولهذا ستفوز كلتاكما. هذا جيد. أداة، فهمت ذلك. أداة؟ ها؟ هاو، لا تقل المزيد. أعرف الأداة المناسبة. هاو، ها هي. إنه لطيف جداً، صحيح؟ لكن يمكنني إجراء بعض التعديلات. هذا جيد. والآن لنبدأ العمل. هل فعلناها؟ ثم ابدأ. عجل، سأفعل. هل أرى ما أعتقد أني أراه؟ عجل، إنه رائع جداً، أعرف. والآن أرسم أيها الصغير. لكن لأن كل فنان يحتاج إلى إلهام صغير، فإليك إلهامك. هل تعتقد أن بإمكانك رسم قطة صغيرة؟ لا مشكلة. يمكنك دائماً الاعتماد على هذا الشيء لرسم دائرة مثالية. هل تعرفت على هذا الشيء بعد؟ امنحي دقيقة فحسب، سيفعل ذلك. انظري إلى كل هذه الخطوط المثالية. هذا بحق السماء؟ لا أوافق على ذلك. هل يمكن للروبوتات صنع فن حقيقي؟ يبدو الأمر كذلك. تشوه، يبدو أنها اكتملت، ولا أحتاج إلى أن أقول أنها مثالية. هل ترين؟ حسناً، بإمكاني منافستك في هذه اللعبة. أحتاج إلى الأشكال الصحيحة فحسب. لنرى ماذا هنا. قليل من التجميع، وها نحن. مجرد قطعة بلاستيك وصورة على هاتفكم. وبوف، يمكنكم استشفافها. هذا مبتكر، أليس كذلك؟ أن تكون واسع الحيلة دائماً ما يفلح. دائماً ما يفلح. كدت أنتهي. النتيجة تصبح جميلة جداً على ما أعتقد. هذا متجر. هذا متجر. الأسباب واضحة، ناومي. محال. يبدو أن الابتكار هو الحل. روبوت غبي، مكانك هو سلة المهملات. هل تسمع ذلك؟ كلا، أنت القمامة. ها؟ ماذا؟ أرسمت شيئا لي؟ هل يفترض أن يكون ذلك مضحكا؟ لقد خذلتني التكنولوجيا اليوم. حسنا، وماذا الآن؟ مرحبا يا من هناك. أوه، بالتأكيد، الجولة التالية هي الأوريغامي. أوه، الأوريغامي؟ حسناً، من الجيد أنني أحمل ورقاً معي طوال الوقت. إنني أمزح، أعطاه لي رئيس الخادم. أفضل الأوراق التي لها قيمة، والذهب أفضل من ذلك حتى. تفضل. أوه، هل هذا حقيقي؟ من الأفضل أن أعود إلى العمل. حسناً، لأرى ما سيحدث. الحرارة ترتفع هنا. أوه، لقد تحولت إلى ذهب. لكن لما أتوقف عند هذا الحد؟ سأضعك هنا. أوه، يا إلهي. أجل، لقد نجح ذلك بالتأكيد. رائع. آنسة باتي. شكراً أيها الطاهي. هذا ظلم شديد. أتساءل إن كان لدي ورق في مكان قريب. ليست ذهباً، لكنها ستفي بالغرض. هل أنتما مستعدان لمشاهدة بعض السحر أيها الرفيقان؟ يلا القرف. هذه الورقة مجعدة جداً. هذا مضحك جداً، أعرف. لكن يمكنني عكس الأمور. لا يمكنني تركها تعمل طويلاً فحسب. أصبحت جيدة كالجديدة، أيما يكن. لدى
لدي أشياء أخرى لأقلق بشأنها. عدة طيات دقيقة فحسب، ولن تبدو هذه قطعة ورق. الآن سأرسم عدة علامات هنا. تبدو غريبة الآن، لكنها ستكون منطقية في النهاية. هل تعرفتم عليها؟ إنها أجمل فتاة في العالم. ها؟ اصبروا فحسب. حسناً، بقيت عدة خطوط فقط، والآن سأفعل الشيء نفسه على هذا الجانب. سأستمر في طي الثنيات وسأرسم في الفراغات. ها هي، لقد انتهيت. إذا كان هذا رأيك، الألوان رجاءً. والآن يمكنها الرقص، هل ترين؟ يمكنني جعل أطرافها جميعاً تتحرك. لا يمكنني منافسة ذلك، أم ربما يمكنني؟ سأصنع طية في الأعلى ثم أخرى في الاتجاه المقابل، واستمر حتى أصل إلى الأسفل، ثم أرسم خطاً مستقيماً هنا، ثم سأجعله يمتد نحو الأسفل بهذا الاتجاه، ثم أغلقه بحيث يصبح مربعاً. هل عرفتم ماهيته بعد؟ وهنا سأرسم أرنباً صغيراً. كم هو لطيف هذا الشيء؟ هيا، فهو يحتاج إلى دب صغير ليكون صديقه. رائع، أليس كذلك؟ لا تنسوا تلوين الأشياء. الأزرق والبرتقالي زاهيان دائماً. والآن حان دور صديقينا من الحيوانات. تضفي الألوان حيوية عليهما. بقي شيء واحد، ثم سأعيد طي الورقة. تدا، لقد انتهيت. هذا صعب، لكن راقصة البالي هذا، أنت الرابحة. لكن ماذا عن ابتكاري اللطيف؟ أيمكنني الضغط عليه؟ رجاء كن شيئا جيدا. أوه، هيا. أوه، هذا ليس جيدا. حسنا، لننتهي من هذا. ارتدي واحدة من هذه وقت النوم. حسنا، لنعمل كفريق. واو، انظروا إلى كل هذا الطلاء. أتحد مع فرشاة الطلاء. سأبدأ بطلاء اللوحة بالأسود. آمل أن هذا هو اللون الأسود. سأخذ طويل أسناني كثيرا. رائع، والآن وقت الإبداع. سأضع قطرات صغيرة من الطلاء، وسأحتاج إلى طلاء الأصفر تاليا. سيأتي إليك فورا. ها نحن ذا. يا لنا من فريق. سأضع المزيد من القطرات. أتمنى أن يبدو هذا جيدا. القليل من الأزرق. وكأنك تقرأين أفكاري. لا أحتاج إلى الكثير. أعطني الأخضر. والآن أحتاج إلى شيء ليفرد الطلاء. أوه، أعلم ما المناسب. لا تهتموا لما أفعل. شيء في هذا بالغرض. أمهلني لحظة. ماذا يحدث؟ سأضعها حول الطلاء وأسحبها للخلف. لا نحتاج إلى فرشاة حتى. واو، تبدو كبتلات الأزهار تماما. ها، دعيني أرى. واو، لقد فعلناها. يبدو هذا مذهلا. سأخذها إلى المنزل بالتأكيد. هيا كوني هادئة. لا أعتقد أن علينا فعل هذا. الوقت متأخر جدا. هل أنت مستعدة؟ واو، الشوكولاتة. حسنا، اتبعيني ودوسي حيث أدوس. هل أنت بخير؟ حسنا، طلبت مني أن أتبعها. من الجيد أني هبطت على يدي ولم أتأذى. لا عليك، لدينا شوكولاتة. هذه ليست شوكولاتة. لا أصدق، إنها مجرد رسمة. مستحيل، إنها حقيقية. هذا حدث؟ أين نحن؟ انظري، مستلزمات رسم. من الأفضل أن نبدأ الرسم. حسناً، التحدي الأول، ما هو يا ترى؟ أوه، يا له من جرو جميل. هل يمكننا الاحتفاظ به؟ حسناً، يمكنني القيام بذلك.
رأيت الرسامين يفعلون هذا، لا أعرف السبب لكنه يبدو جيدا. هذا صغير بعض الشيء. مهلا، وجدتها. ها، لدي يدي. فهمت، هذا سهل. سأحدد يدي. ماذا تفعلين؟ إنها سعيدة على الأقل. سأضع يدي على الورقة بهذا الشكل ثم أرسم حولها، والآن سأجعلها تبدو كالجرو. القليل من الفرو، عيون جميلة، وأنف لطيف. سألون هنا قليلاً، يبدو جميلاً. يجب ألا أتجاوز الخطوط. انتهيت تقريباً. ها هو، كم هو جميل. أنا فخورة بما فعلت. سأسميه لاكي. إنه جميل حقاً. رسمتي تعجبني أيضاً، لكن واو، يكفيك شرف المحاولة. من الفائز؟ مرحى. انظري، يحدث شيء ما. بسكويت لذيذ. إنه كالعظام التي تحبها الكلاب. أتوق بتذوقها. مهلا، بسكويت، عظمة، كلب. توقفي، إنها ليست لك. مذاقها رائع، أريد الوصفة. أوه، ليتك لم تفعلي هذا. ماذا هناك؟ هذا البسكويت للكلب. أوه، لماذا لم تقولي؟ تستحقين هذا. هي، تعال أيها الصغير، جلبت لك الحلوى، هيا. أوه، من أفضل كلب؟ أنت، أجل أنت. لابد أنك جائع بعد أن وقفت طويلاً لنرسمك. يا لك من جرو ذكي، خذ هذا. هذا مثير. يونيكورن؟ قد يكون هذا صعباً. سأستخدم الأقلام. لا أعرف، هناك الكثير من الخيارات. الطلاء أم الأقلام؟ الأقلام، أعتقد أن هذا هو الخيار الصعب. حسناً، هيا بنا. أوبس، عذراً، انزلق قلمي. انزلق؟ حسناً. تصرف طفولي، دعيني أساعدك في تحسين رسمتك. لا تفعلي هذا ثانية، حذرتك. لقد حسنتها. نسيت هذه البقعة، سأساعدك في تلوينها. لا فائدة من هذا، خذي هذا. توقفي، هل سنبقى هكذا طوال اليوم؟ خذي ورقة جديدة. حسناً، لكن سأدير ظهري لهذا الاتجاه. سأرسم أفضل يونيكورن على الإطلاق. وجدتها. UNICORN. سأصلها الآن معاً. سأرسم له تسريحة شعر جميلة، ولن أنسى الساقين. والآن لم يتبقى سوى التلوين، سيكون اللون الوردي رائعاً. أعتقد أني سأفوز. ليت اليونيكورن حقيقي. بقي الذيل فقط. انتهيت، كان سهلاً. تدا! لا، ها هي رسمتي. إنه جميل، أحسنتي. من فاز بهذه الجولة يا ترى؟ حسناً، أنا مصدومة. مرحى، الجائزة؟ أرجو أنها يونيكورن حقيقي. ما أجملها؟ لا تنفع، فهي صغيرة جداً. لنرى؟ أها، تبدو شهية جداً. ربما يمكنني تذوق قطعة صغيرة؟ هذا ما أحتاجه. ابتعدوا، سأتسبب بفوضى. ماذا أرى؟ أعتذر، لقد تعثرت وسقطت فوق الكيكة. أنقذت لك القليل منها. لا أصدق ما أرى. لقد عرضت عليك. هل أنت مستعدة للتحدي التالي؟ صبار، ستهزمين. أشك بذلك، أنت ستخسرين. هيا، سيكون تحدياً سهلاً. سأحافظ على طاقتي مرتفعة. أنا توتر، سأفوز حتماً. انتهيت تقريباً، وأخيراً انتهيت. حددي الفرق بينهما، هذا صعب، أليس كذلك؟ ما هذا؟ شاهدي وتعلمي. سأمرر هذه الإسفنجة على قطعة الورق، ومن ثم أستخدم إسفنجة أصغر للأطراف. حان وقت رسم الأزهار، علي الآن إضافة بعض التفاصيل. ربما أضع لها إطاراً فيما بعد. ما رأيك؟ حسناً، كلاهما بلون أخضر. لقد نجحت، لا تشكلين أي تهديد. واو، صبارة من الورق،
أعتقد أن بداخلها حلوى. هناك طريقة واحدة لمعرفة ذلك. تضع هذه العصابة. حسناً، وقت العمل. انظري، إنها مذهلة. ها، هل قلت شيئاً؟ أين ذهبت؟ مرحباً. لا بأس، هي الخاسرة. ماذا حدث؟ هي، من أين أتت هذه الحلوى؟ يراودني شعور جيد حيال هذا التحدي. حسناً، هذا مخيب للأمل. ظننته تحدياً. حسناً، ماذا سأستخدم هذه المرة؟ كبيرة جداً. كلا، ليست جيدة. هذه ممتازة. اليقطين سهل وبسيط. إنه دائرة برتقالية. يجب أن أفوز هذه المرة. حسناً، سيكفي هذا بالغرض. سأبدأ برسم الأجزاء ثم عنق اليقطين، وسألونه الآن. سيبدو أجمل إن استخدمت درجات مختلفة من اللون. سعيدة بالنتيجة. ما رأيك؟ هي، انهضي. مرحباً. أوهو، انهضي، يفترض أن ترسمي. لقد استيقظت، ماذا يحدث؟ أو حسناً، اليقطين. رائع، نفذ الوقت. هذا أفضل ما يمكنني فعله. هناك شيء صغير على خدك. حقاً؟ ما هو؟ أوه، طلاء. إنه مناسب لك. مرحة، ما الجائزة؟ عصير اليقطين؟ ليس هذا لطيفاً. أنا أشعر بشيء غريب. ما الذي يحدث؟ هل تجلس على رأس يقطينة؟ حصلت على زي مناسب للهالوين القادم. أكره هذه اللعبة. وجهي، وجهي الجميل، لقد عاد. عذراً، شعرت بالذعر. لن أشربه ثانية. هي، يمكنك الاحتفاظ به. هي، انظري. بابيت، رائع. أفضل أغراض اليوم. سأرسمها بشكل مذهل. سأرسم مربعاً في البداية، ثم سأرسم الدوائر. لدي فكرة أفضل. لحسن الحظ، لدي آلة للتصوير. حسناً، هيا بنا. وأضغط على زر النسخ. لا يمكن رسمها بشكل أفضل من هذا. ماذا يحدث؟ ها هي، والتالي هو التلوين. أوه، سيكون هذا ممتعاً. سأضع خطاً من الطلاء الأحمر هنا، وأكمل ببقية الألوان. إنها كقوس قزح. إنها مثل بوبيت. أريد طباعتها. أحسنت صنم، أعتقد أني فزت بهذه الجولة. مستحيل، فعلتها. لابد أنك تمزحين. انظري لرسمتي. ابتعدي عن الطاولة سيدتي. أعطيني يدك. اليد الأخرى، لا تقاومي. استخدام آلة التصوير ليس رسماً. نحن نتعامل مع الغش بجدية كبيرة. عذراً، لم أتوقع هذا منها. واو، شوكولاتة بوبيت المفضلة لدي. شهية. حسناً، إلى السجن. هيا بنا. لا يهم. حلوة جداً. إنها مصدر إلهام لي في الرسم. ماذا يحدث هناك؟ أنت تعلمين القوانين يا فتاة. الحلوى ممنوعة. وما الحاجة إلى كل هذا السكر؟ ما مشكلة هذا؟ هل تريدين أن أوضح لك؟ رائع، ها؟ رسمتها بنفسي. هذا مثير للفضول. ماذا يحدث هنا اليوم؟ يا إلهي. المديرة؟ الحلوى ممنوعة. حان وقت العقاب. لا، انتظري. ما هذا المكان؟
أهم، انتبه الآن، حان الوقت لاختيار أدواتكما. هذا نداء الطائر، والتحدي الفني الأول لكما. سأفكر. هذا الوشاح، يجب ألا يكون هذا صعبا بالنسبة لي. ماذا؟ هل هذا ما أفكر به؟ ابتعد من هنا أيها الطائر الغبي. منحني هذا الأفضلية، ولدي الشيء الذي سيمنحني ميزة إضافية. كيف وصلت هذه إلى هنا؟ لا يهم، كما كنت أقول. هل هذه مسحة قاسية؟ حسناً، حصلت على أغراضي أخيراً. رائع، كتاب آخر ممل، غير مفيد. نظارات سباحة؟ لا أجد أياً منها مفيداً. ما كل هذه الرياضيات؟ وكأنني أعلم ما يعنيه أي من هذا. يبدو أن بإمكان هذه الحروف مساعدتي في مهمتي. عندما أنتهي من رسم الجسد، سأستخدم هنا بعض الأرقام السحرية. وعلى الرأس أيضاً، أصبح يبدو كطائر، أليس كذلك؟ انتظروا فقط حتى ألونه. هل أنت بخير يا عصفوري الصغير؟ سأرسم لك ريشاً جميلاً بألوان زاهية. انتهيت. ما رأيك؟ هل ترين الأرقام هنا؟ مذهل. وأنت؟ لقد علقت أسفل هذا الطقس السيء. هذا كل ما لدي. مقزز، لقد فزت بالجولة يا آني. ياي لي، شكرا. لا يمكنني العمل في هذه الظروف، كان علي رؤية ذلك قبل وصوله. سنبدأ التحدي التالي. رأيت الكثير من التفاح خلال اليوم، أعرف كيف أبدأ، والسر هنا رسم دائرة مثالية. لكن أين سأضع عودها؟ أخذت الدائرة مساحة الورقة بالكامل. سأعود إلى نقطة البداية. يمكنني الاستعانة بشيء ملهم. مهلاً، أرى تفاحة مثالية. يبدو أنها مشغولة. سأذهب، سأنفذ مهمة التفاحة بالكامل. أنا مزودة بالسلاح ومستعدة، كل ما أحتاج إليه هو قص التفاحة. ماذا تفعل آني؟ توقفي، اجلسي مكانك. عذراً. يا إلهي، كان ذلك وشيكاً. أعتقد أنني سأرسم الشيء الذي أعرف، مثل كلمة آبل، إنها سهلة. بي بي ال اي. مهلاً، إن قسمت الكلمة على 5، التفاحة. سأقترب من تحقيق هدفي. حسناً، سأجعل 5 أكبر حجماً. من كان يعلم أن الرقم قادر على صنع نصف تفاحة؟ لم يعلم أحد أن الرسمة بدأت برقم، خاصة عند الانتهاء من تلوينها. سأمزج الألوان جيداً لتصبح أجمل. لن أنسى رسم العود. سأرسم القليل من الظل أيضاً، وبضع تفاصيل أخرى صغيرة. وتبدو هذه التفاحة جميلة كثمرة حقيقية. ما رأيكم؟ تدا، انتهيت. وأنا أيضاً، تبدو كتفاحة حقيقية. وهذه تافهة. حسناً، هذا لا يحتاج إلى تفكير. برافو آني، لقد فزت. مرحة. أتمنى لو كانت لدي تفاحة حقيقية. وأنا أيضاً. التهم أحدهم هذه التفاحة بالفعل. لحسن الحظ تفاحتي طازجة. جروي الصغير الجميل، إنه وسيم جداً. لما لا ترسمنا وأنتما الاثنتان حالاً؟ لنبدأ. وأنا خبيرة في الكلاب، إنه مجرد رأس وجسد وأربعة سيقان. لكن يبدو هذا تافهاً، أليس كذلك؟ سأجرب مجدداً. أعتقد أنه كلما كان أكبر كان ذلك أفضل. ما زال فظيعاً. كلا، فظيع أيضاً. ماذا؟ إهدئي،
هي، أعتقد أنه خطرت لي فكرة. سأستخدم يدي كدليل للرسم، لأنه بمجرد الحصول على الخطوط العريضة يمكنني الابتكار بوضع التفاصيل. صدقوني ستكون النتيجة رائعة. سيمنحني هذا اللون لون الشوكولاتة البنية. ولن أنسى اللسان الوردي، سمة مميزة للكلب. تدا! هل يعجبك؟ التشابه مذهل. وأنت؟ أو أني؟ ماذا؟ لم ترسمي شيئاً؟ يعني هذا أن إيما هي الفائزة. تبدو هذه شهية. شكراً لك. كلاب من الشوكولاتة. سأبدأ بتناول هذا. يبدو لذيذاً. وطري أيضاً. هذا ليس عدلاً. إذا يا عزيزتي، خذي واحداً. أوه حقاً؟ شكراً لك. وجدتها. رسمة واقعية. يا فتيات. هاي. أوه عذراً. هل سنرسم يداً؟ حسناً. لدي خطة. لنرى، قد تنجح هذه اليد. لكن هذه أفضل بكثير. أجل، سأستعير هذه اليد. كل ما علي فعله هو تحديد هذه اليد. سأضمن الفوز بهذه الجولة. هاي، انظري. لحظة واحدة. حقاً؟ حسناً. هذا ممتع بالفعل. في الواقع وجدتها. فتاة مهذبة. هاني؟ حسناً، هذا غريب. هل يوجد شمع هنا؟ أبعديها عني، فأنا أحاول الرسم. مهلاً، أتعلمين؟ قد تكون هذه مفيدة. الفن نابع من الإلهام وليس التقليد. وهذه الأصابع المتنية منحتني فكرة رائعة. الأظافر الحمراء هي الأجمل، أليس كذلك؟ إنها جميلة بالفعل. انتهيت. أين ذهبت؟ لا يهم. هاي، ارفع ما قمتما برسمه. حسناً. واو، كيف تمكنت من فعل ذلك؟ تبدو رسمتي قبيحة بجوار رسمتها. يا إلهي، هذا مذهل. لمن تلوح؟ ها هي جائزتي. يا لها من جائزة رائعة. أنا الملكة، هل تشعرين بالغيرة؟ أحسنتي. لا تفكري بالأمر حتى. مرحبا يا فتيات، هل يمكنكما رسم هذا الشيء؟ ابدأ الآن. ستكون مهمة سهلة للغاية. ستتميز هذه الجولة باللون الوردي. سأرسم أولاً الكوب الورقي. اللون الوردي هو المفضل لدي. لم تأخذ الحجم بعين الاعتبار. سأفترض أنه 10 سنتيمتر. والآن سأنتقل إلى الجزء الألذ. شهي. ربما أخطأت في اختيار اللون الأخضر. أجل، هل يفترض أن يكون هذا آيس كريم؟ لم أقصد رسم هذا. أردت اللون الأخضر، صحيح؟ أخطاء المبتدئين. كلما كان الشكل حقيقياً كان ذلك أفضل. سأبدأ بكرات الآيس كريم الكبيرة. سيأتي اللون في المرحلة التالية. هكذا يكون الأساس أفضل. أترين ما أني؟ لا يمكنك ارتكاب أي خطأ عند رسم هذه التفاصيل. هترين؟ آيس كريم، إنها مكتوبة على الكوب. وأخيراً يحين وقت التلوين. أشعر بالجوع بعد رسم الآيس كريم. هذا ما يحدث عندما ترسم أشياء أقرب إلى الواقع. كدت أنتهي. بضع تفاصيل هنا وهنا. انتهيت. متعي نظرك بهذا. أريني. هذا ما يمكن أن أصفه بالتحفة الفنية. هيا. يا. تحول إلى دلو كبير من الآيس كريم الحقيقي. ربما هذه الجائزة هي الأفضل حتى الآن. هذه مأساة. أكره البروكلي.
مذاقها كأوراق الأشجار. كم أنا متحمسة للصف. أنا لست متحمسة، لقد حان وقت الامتحان. أحب الامتحانات وخاصة الامتحانات الفنية. سأرسم لوحة بورتري ذاتي، وسأبدأ بالحدود الخارجية، ثم ألون التفاصيل من الداخل، وسأرسم مختلف الزوايا لأمنح الشعر قواما. سيكون هذا الرسم جيداً للغاية، ويبدو هذا اللون مثالياً للون البشرة. وبعدها سأضيف بعض التفاصيل إلى الملابس. سأستخدم قلماً أبيض اللون لتلوين العينين، فهو يجعل الرسم أفضل ببساطة. أيمكنك رسمي؟ أستطيع فعل ذلك بالطبع، لا تتحرك. سأتبع الخطوات نفسها فحسب. لقد أتقنت رسم الشعر بحق، وقد حان وقت تلوينه الآن. ستكون سعيداً جداً بهذا الرسم يا ليو، وستشعر وكأنك تنظر في المرآة. سأمنحك بعض الملابس الملونة، يجعلني هذا الرسم أشعر بالسعادة. أوشكت على الانتهاء، تفضل. أوه، لقد أحببت رسمك. ماذا؟ هذه لوحاتنا، تراجعي. ماذا تفعلين؟ لا أجد مزقينها. لماذا فعلت ذلك؟ ما الذي يحدث؟ يا للهول، آسف، لقد شعرت بالخوف. إنه تحدي الرسم. حسناً، تليق بك هذه الإطلالة يا كلير. كم أحب أحمر شفاهك، لن أمل من تأملك طوال اليوم. هل أنت بخير؟ أتريدين من نصنع شيء متماثل؟ يجب أن أثير إعجاب كلير. ما رأيك في تجديد إطلالة بهذا الشكل؟ يبدو مظهرك غريباً. خطرت لي فكرة، انظروا إلى ذلك. لقد أوحى لي بفكرة رائعة. سأحتاج إلى المقص. سأطوي قطعة ورق، ثم أقص جزءاً صغيراً منها، وسأطوي الورقة على نفسها، ثم أبدأ في الرسم. سأرسم الوحش الأزرق، لكنني أريد رسمه فوق الجزء المطوي. والآن سأفتح الورقة المطوية، ثم أرسم في المساحة الفارغة. سأرسم وجهاً بشرياً، وبعدها سأستكمل رسم الجسم، وسأضيف بعض التفاصيل الصغيرة. بهذا الشكل بالضبط. لقد حان وقت الجزء الممتع. سيكون هذا الجزء شبيها بما يوجد في الرأس من الداخل. أريده أن يبدو وكأنه يتمدد. من الواضح أنني سأحتاج إلى حبر أزرق، ثم حبر بلون اللحم، وسأستخدم الحبر الأصفر لتلوين التاج. يبدو هذا رائعاً. ليس علي سوى تلوين الأجزاء القليلة المتبقية، وها قد انتهيت. إذا طويت الورقة فستبدو كرسمة عادية، لكنها تخفي مفاجأة بين طياتها. حسناً، حان دوري. سأبدأ بطي الورقة على نفسها، وسأرسم قلباً يعبر عن الحب في المنتصف، ثم ألونه من الداخل. من المؤكد أنني سأستخدم اللون الأحمر. سألتزم بالتلوين داخل الخطوط فحسب. هذان القفزان يمنحان ملمساً لطيفاً. أستطيع فتح الورقة بمجرد الانتهاء من هذه الخطوة. لقد رسمت ثنائياً يحبان بعضهما في الداخل. أود التظاهر بأنهما يمثلان أنا وكلير. سأمر على خط القلم الرصاص بقلم حبر أسود. يجب أن ألتزم بالخطوط فحسب، وبعدها سأضيف الألوان. سأمنح الفتاة شعراً أسود اللون، إذ من المفترض أن تمثل كلير. آمل أن تفهم التلميح. أريد أن يكون الرسم مثالياً. هذا هو الخطاب الغرامي الذي سأرسله إليها. يشبهنا هذا الثنائي تماماً. انظروا إلى مدى سعادتنا. أنا شخص شديد رومانسيتي في أعماقي. لا يمكن أن أنسى رسم القلب الصغير. لقد انتهيت. كم هذا جميل. كما هو حال كلير، يملأني هذا القلب بالمشاعر الدافئة والجياشة. أرأيت ما صنعته؟ انظري يا كلير، أشعر أنني سأتقيا. ما رأيك لو أعدنا تمثيل المشهد في وقت لاحق؟ ألقي نظرة هنا. هذا عمل جميل. توقفي. فيو، لقد توقف الأمر. أستطيع فعل ذلك طوال اليوم. أترى؟ حتى اليد السحرية تضحك. حسناً، يكفي هذا. لماذا فعلت ذلك؟ بربك، أستحق الفوز. مهلاً، انظر، لقد فزت. هل تمزحين؟ ألديك مشكلة؟ انظر يا كلير، أعتقد أنهما وقعتان في الحب. كم هذا جميل. أكره ذلك. مهلاً، هناك شيء يحدث. لقد تعرضت اليد السحرية للهجر. وردة مجانية، رائحتها مذهلة وتشبه مروج الصيف. هل هذا هو التحدي التالي؟ كلير، أريدك أن تحصلي على هذه. أبعدها عن ناظري. ألا تحبين الورود؟ أحبها عندما توضع على شاهد القبر فحسب. أيمكنني بدء رسمتي الآن؟ تحبني. لا تحبني. تحبني.
لا تحبني. أيمكنك أن تخفض صوتك؟ أعتقد أنني سأبدأ برسم القلب، وبعدها سأرسم مثلثات داخلة، ثم أضيف حلقة حول الجزء السفلي من القلب. لقد تحول الشكل إلى وردة، والآن سأرسم أوراقها، وسأنهي العمل برسم الساق، ثم أستخدم القلم الرصاص للتظليل. لكن هذه الوردة لن تكون حمراء أو وردية، بل ستكون سوداء، فالأسود سيد الألوان. سأضغط بقوة أكبر عند تلوين الأجزاء الخارجية، مما سيجعلها داكنة أكثر. لا تحبني. مهلاً، تحبني. أعتقد أن هذه رسالة، يجب أن نكون معاً. يا للروعة، لقد أوحى لي ذلك بفكرة. سأعود على الفور. تحبني، لا تحبني، تحبني. أريد هذه الوردة، فهناك حب حقيقي يتوقف عليها. يا للروعة، خذها يا صاح. هذا ما كنت أحتاجه بالضبط، وهذا ما كنت أحتاجه أنا. حسناً، استرخي فحسب. احم كلير، ماذا تريد الآن؟ أحضرت هذه من أجلك. لنلقي نظرة، إنها جميلة، لقد أعجبتها. إنها لذيذة. لقد انتهيت منها. حسناً، أتريدين رؤية الرسمتين؟ تفضلي، لون رسمتي أسود كملابسي بالضبط. أنا لم أرسم شيئاً. أعتقد أنه فوز عادل. ما؟ لا يهمني ذلك. قبليني يا كلير. ألن تستسلم أبداً؟ ابتعد عني. أوه، كم أنت لئيمة. ماذا تفعل؟ أنا في حيرة كبيرة. أعتقد أن من المفترض أن تكون دمية ظل. أوه، أحب هذا النوع من الدمى. إنها مأساوية، هذا هو أفضل وصف لها. لا، ليس هذا الشكل أوضح من الأول، إنه كلب. لماذا لم تقولي ذلك ببساطة؟ يا كلير، انظري، حركة مخادعة، أليست رائعة؟ أعلم أنها منبهرة. لست منبهرة بحق، لننهي هذا الأمر. ما الذي يفعله؟ سأرسم حول يدي. توقف عن الحديث رجاءً، سألقنك درساً. سأضع يدي على الورقة بهذا الشكل، ثم أرسم حولها. لن يبدو الشكل مبهراً في البداية، لكن انتظري حتى أضيف التفاصيل. سأبدأ بالعين، ثم أضيف الأنف الصغير الجميل. سألونه بالأسود، وسأفعل نفس الشيء مع العين، لكنني سأترك نقطة بيضاء صغيرة لتمثل شكل انعكاس الضوء، وبعدها يحين وقت الفراء، كما سيحتاج الكلب إلى طوق، لا نريده أن يضيع. توقف عن الغناء رجاءً، هذا يعني أنني سأغني بصوت أعلى. كم هذا سيء، ها أنا أرسم كلباً. لا أستطيع الاحتمال أكثر، أنت تغضبني بشدة، سأسحقك، نغماتك تسقب دماغي. توقف. انظر إلى ما جعلتني أفعله. مهلاً، أعتقد أنني أستطيع الاستفادة من ذلك. سأبدأ بنشر غبار الطباشير، يمنحني هذا شعوراً جيداً في الواقع، إنه مريح جداً. أشعر بتوتراتي. سأرسم شكل قلب مقلوب ودائرتان صغيرتان ومثلث. بدأت ملامح الكلب تظهر فعلاً، وهنا تأتي الأذنان. سأمنح كلبي فران باللون البني، هذا هو الجزء السهل. يجب أن أحرص على تلوين داخل الخطوط. أتمنى لو كانت كل الرسوم بهذه السهولة. أوشكت على الانتهاء، والآن حان دور لساني الأحمر الكبير. ليتني أملك كلباً، كان سيصبح أعز أصدقائي، وكنا سنخرج للتمشية طوال الوقت. يستحسن بالتركيز على ما أفعله. أعتقد أنني انتهيت، يبدو شكله جيداً جداً. ليس هذا صحيحاً. بربك، يجب أن أفوز بهذه الجولة. لقد استخدمت يدي كقالب. أتستطيعين ملاحظة التشابه؟ لا أستطيع حمل لوحتي. رائع، لقد فزت، أنا الأفضل. نا 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 نا. لا تستفزني يا ليو. ويحي، آسف. كم أنا غاضبة. ما التحدي التالي؟ ماذا سيكون في رأيك؟ أعتذر عن سؤالي. انظري، يا لا من فراشة جميلة. يا للروعة، كم هي ساحرة. أتمنى لو كانت هناك خيوط عنكبوت. سيحدث شيء ما. ستمسك اليد السحرية بالفراشة، هل هي بخير؟ لا أتمنى ذلك. هل علينا رسم فراشة؟ كم هذا حماسي. توقف. هيا بنا، أعتقد أن هذه الورقة تخصني. ماذا؟ أو حسناً، هيا أعطني الورقة. ماذا؟ هل التبيير ممنوع؟ يجب أن تسمعي كلام اليد السحرية، فأنت لا ترغبين في العبث معها. خطرت لي فكرة، لدي مرسام فراشة. لا يهم، سأحتاج إلى طباشيري، وسأستخدم السكين لصنع نشارة طباشير، وسأخلط الألوان معا، وسأنشر الألوان بطول الصفحة.
سأصنع الحدود الخارجية التقريبية في البداية، وأعلم أن الألوان زاهية وملونة أكثر مما أفضله، لكن هذا الأمر سينتهي قريباً. هذا آخر لون أحتاجه، والآن يجب أن تتسخ أصابعي قليلاً. سألطخ ألوان غبار الطباشير، ثم أبدأ في صنع الفراشة، وبعدها سأضع المرسام في الأعلى. يبدو هذا مثالياً. هل ظننتم حقاً أنني لن أستخدم اللون الأسود في هذا الرسم؟ سأبدأ في نشر طباشيري فوق المرسام. أريد أن أغطي به الصفحة بالكامل، ثم ألطخها باستخدام إصبعي، مما سيمنح الرسم تأثيراً رائعاً. سأخذ وقتي في تلطيخ الجزء المحيط بالمرسام، وسأستخدم يدي الأخرى لتثبيته في مكانه. لا أريد إفساد رسمي الآن. يمكنني الآن إزالة المرسام، لكنني لم أنتهي بعد. سأرسم شيئاً داخل الفراشة. إنه منظر طبيعي هادئ. حان دوري. سأضع المرسام على الورقة، ثم أرسم بعض الخطوط باستخدام الطباشير، وسأعمل في شكل قطاعات، ثم أبدل الألوان، وسأكرر العملية حول المرسام بالكامل. سيكون الشكل النهائي رائعاً. سأمر بالطباشير فوق المرسام. أريد أن يبدو الرسم نابضاً بالحياة، وسأثبت المرسام في مكانه طوال الوقت، لأن الرسم سيفسد إذا انزلقت يدي مرة واحدة. يمكنني إزالة المرسام الآن. انظروا، تطير الفراشة بعيداً. يمكنها أن تقف هنا. والآن سأرسم هذا الخط المناقض في المساحة الفارغة ليمثل مسار الفراشة. يا له من رسم ملون مثل الفراشة بالضبط. ها هي رسمتي. يستحسن أن تعجبك. انظري كلير، لقد تعادلنا. لقد فاز كلانا. كم يسعدني ذلك. واو، انظري. ابتعدوا عني، سأطردكم بحركاتي في الرقص. أوه، يا له من حركات رائعة يا كلير. أعتقد أننا سنرسم قوس المطر. كم أحب أقواس المطر. لا، لن يحدث ذلك. سأفعل أي شيء باستثناء ذلك. أتحرق شوقا لبدء الرسم. سأحتاج لقفازاتي، لأن الفوضى على وشك أن تبدأ. سألتزم بالبساطة. ماذا؟ لماذا تبدو منفعلة لهذه الدرجة؟ ما مشكلة القلم الأسود؟ ابتعدي عن طريقي. أنا جادة. توقفي. بدأ الأمر يزعجني. ستندمين على ذلك. لم أكن أريد فعل هذا، لكنها غلطتك. لا تنظري إلي بهذا الشكل، لقد حذرتك. ربما يمكنني البدء الآن. سأرسم سحابة كبيرة. هذا ما أريده بالضبط. والآن سأحملها فوق رأسي. هذا جيد. سأستمتع بهذه الجولة. سأغطي الورقة بطلاء مختلف الألوان، وبعدها سأخذ لعبة بوب إيد بشكل قلب وأضغط بها فوق الطلاء. أريد التأكد من تغطيتها بالطلاء، وبعدها سأرفعها عن الورقة. والآن يمكنني وضعها فوق اللوحة الزيتية. لقد غطيت اللوحة بشريط لاصق باستثناء الجزء الخاص بالقلب. لا أريد إفساده. يمكنني رفع اللعبة الآن. يبدو الشكل جيدا، لكنني لم أنتهي بعد. سأمرر فرشاة فوق الألوان. يا للروعة. انظروا، لقد حصلت على تأثير رائع. وسأتكفل بباقي المهمة. سأغمس فرشاة أسنان في الطلاء الأبيض، ثم أنفضه فوق القلب، وبعدها سأغمس قاعدة كوب في الطلاء الأبيض، ثم أضغط بالكوب في منتصف الرسم. وبمجرد أن نجف الطلاء، سيصبح بإمكاني رسم شجرة فوقه. سأضيف بعض الطيور. لا شك أن رسم كان بحاجة لإضافة أخرى. يمكنني الانتهاء من رسم شجرة الآلة، وسأستخدم فرشاة الأسنان في هذه الخطوة حتى أحصل على شكل يشبه الأوراق. انتهيت. يمكنني تقشير الشريط اللاصق من اللوحة الزيتية الآن. يا للروعة. يا له من عمل فني. لقد أحببته. هل تحتاجين إلى مظلة؟ لم أنتهي بعد. هذا ما كنت أريده. تحتاجين إلى مساعدة. اختاريني. رائع، كنت أعلم ذلك. لقد فزت. انظر يا كلير. هيا كوني هادئة. لا أعتقد أن علينا فعل هذا. الوقت متأخر جدا. هل أنت مستعدة؟ واو، الشوكولاتة. حسنا، اتبعيني ودوسي حيث أدوس. هل أنت بخير؟ حسنا، طلبت مني أن أتبعها. من الجيد أني هبطت على يدي ولم أتأذى. لا عليك، لدينا شوكولاتة. هذه ليست شوكولاتة. لا أصدق، إنها مجرد رسمة. مستحيل، إنها حقيقية. هذا حدث؟ أين نحن؟ انظري، مستلزمات رسم. من الأفضل أن نبدأ الرسم. حسناً، التحدي الأول. ما هو يا ترى؟ يا له من جرو جميل. هل يمكننا الاحتفاظ به؟ حسناً، يمكنني القيام بذلك. رأيت الرسامين يفعلون هذا. لا أعرف السبب، لكنه يبدو جيداً. هذا صغير بعض الشيء. مهلاً، وجدتها. لدي يدي. فهمت، هذا سهل. سأحدد يدي. ماذا تفعلين؟ إنها سعيدة على الأقل.
أضع يدي على الورقة بهذا الشكل ثم أرسم حولها، والآن سأجعلها تبدو كالجرو، القليل من الفرو، عيون جميلة وأنف لطيف. سألون هنا قليلاً، يبدو جميلاً. يجب ألا أتجاوز الخطوط. انتهيت تقريباً. ها هو، كمه جميل. أنا فخورة بما فعلت. سأسميه لاكي. إنه جميل حقاً. رسمتي تعجبني أيضاً، لكن واو، يكفيك شرف المحاولة. من الفائز؟ مرحى. انظري، يحدث شيء ما. بسكويت لذيذ. إنه كالعظام التي تحبها الكلاب. أتوق بتذوقها. مهلاً، بسكويت، عظمة، كلب. توقفي، إنها ليست لك. مذاقها رائع، أريد الوصفة. أوه، ليتك لم تفعلي هذا. ماذا هناك؟ هذا البسكويت للكلب. أوه، لماذا لم تقولي؟ تستحقين هذا. هي، تعال أيها الصغير، جلبت لك الحلوى، هيا. أوه، من أفضل كلب؟ أنت، أجل أنت. لابد أنك جائع بعد أن وقفت طويلاً لنرسمك. يا لك من جرو ذكي، خذ هذا. أوه، هذا مثير. يونيكورن؟ قد يكون هذا صعباً. سأستخدم الأقلام؟ لا أعرف، هناك الكثير من الخيارات. الطلاء أم الأقلام؟ الأقلام، أعتقد أن هذا هو الخيار الصعب. حسناً، هيا بنا. أوبس، عذراً، انزلق قلمي. أوه، انزلق؟ حسناً. تصرف طفولي، دعيني أساعدك في تحسين رسمتك. لا تفعلي هذا ثانية، حذرتك. لقد حسنتها. أوه، نسيت هذه البقعة، سأساعدك في تلوينها. أوه، لا فائدة من هذا، خذي هذا. توقفي، هل سنبقى هكذا طوال اليوم؟ خذي ورقة جديدة. حسناً، لكن سأدير ظهري لهذا الاتجاه. سأرسم أفضل يونيكورن على الإطلاق. وجدتها. UNICORN. سأصلها الآن معاً. سأرسم له تسريحة شعر جميلة، ولن أنسى الساقين. والآن لم يتبقى سوى التلوين. سيكون اللون الوردي رائعاً. أعتقد أني سأفوز. ليت اليونيكورن حقيقي. بقي الذيل فقط. انتهيت، كان سهلاً. تدا! أوه لا، ها هي رسمتي. إنه جميل، أحسنتي. من فاز بهذه الجولة يا ترى؟ حسناً، أنا مصدومة. مرحى، الجائزة؟ أرجو أنها يونيكورن حقيقي. ما أجملها؟ لا تنفع، فهي صغيرة جداً. لنرى. أها، تبدو شهية جداً. ربما يمكنني تذوق قطعة صغيرة. هذا ما أحتاجه. ابتعدوا، سأتسبب بفوضى. ماذا أرى؟ أعتذر، لقد تعثرت وسقطت فوق الكيكة. أنقذت لك القليل منها. لا أصدق ما أرى. لقد عرضت عليك. هل أنت مستعدة للتحدي التالي؟ صبار، ستهزمين. أشك بذلك، أنت ستخسرين. هيا، سيكون تحديا سهلا. سأحافظ على طاقتي مرتفعة. لن أتوتر، سأفوز حتما. انتهيت تقريبا. وأخيرا انتهيت. أوه، حددي الفرق بينهما. هذا صعب، أليس كذلك؟ ما هذا؟ شاهدي وتعلمي. سأمرر هذه الإسفنجة على قطعة الورق، ومن ثم أستخدم إسفنجة أصغر للأطراف. حان وقت رسم الأزهار، علي الآن إضافة بعض التفاصيل. ربما أضع لها إطاراً فيما بعد. ما رأيك؟ حسناً، كلاهما بلون أخضر. لقد نجحت. لا تشكلين أي تهديد. واو، صبارة من الورق. أعتقد أن بداخلها حلوى. هناك طريقة واحدة لمعرفة ذلك. سأضع هذه العصابة. حسناً، وقت العمل. هم
انظري إنها مذهلة. ها هل قلتي شيئاً؟ أين ذهبت؟ مرحباً. لا بأس، هي الخاسرة. ماذا حدث؟ هاي، من أين أتت هذه الحلوى؟ تراودني شعور جيد حيال هذا التحدي. حسناً، هذا مخيب للأمل. ظننته تحدياً. حسناً، ماذا سأستخدم هذه المرة؟ كبيرة جداً. كلا، ليست جيدة. هذه ممتازة. اليقطين سهل وبسيط. إنه دائرة برتقالية. يجب أن أفوز هذه المرة. حسناً، سيكفي هذا بالغرض. سأبدأ برسم الأجزاء، ثم عنق اليقطين. وسألونه الآن. سيبدو أجمل إن استخدمت درجات مختلفة من اللون. سعيدة بالنتيجة. ما رأيك؟ هاي، انهضي. مرحباً. أوهو، انهضي، يفترض أن ترسمي. لقد استيقظت، ماذا يحدث؟ أو حسناً، اليقطين. رائع، نفذ الوقت. هذا أفضل ما يمكنني فعله. هناك شيء صغير على خدك. حقاً؟ ما هو؟ أو طلاء، إنه مناسب لك. مرحى، ما الجائزة؟ عصير اليقطين؟ ليس هذا لطيفاً. أنا أشعر بشيء غريب. ما الذي يحدث؟ هل تجلس على رأس يقطينة؟ حصلت على زي مناسب للهالوين القادم. أكره هذه اللعبة. وجهي، وجهي الجميل، لقد عاد. عذراً، شعرت بالذعر. لن أشربه ثانية. هاي، يمكنك الاحتفاظ به. هاي، انظري. بابيت، رائع. أفضل أغراض اليوم. سأرسمها بشكل مذهل. سأرسم مربعا في البداية، ثم سأرسم الدوائر. لدي فكرة أفضل. لحسن الحظ، لدي آلة للتصوير. هيا بنا. واضغط على زر النسخ. لا يمكن رسمها بشكل أفضل من هذا. ماذا يحدث؟ ها هي، والتالي هو التلوين. أوه، سيكون هذا ممتعا. سأضع خطا من الطلاء الأحمر هنا وأكمل ببقية الألوان. إنها كقوس قزح. إنها مثل بوبيت، أريد طباعتها. أحسنتِ صنم، أعتقد أني فزت بهذه الجولة. مستحيل، فعلتها. لابد أنك تمزحين. انظري لرسمتي. ابتعدي عن الطاولة سيدتي. أعطيني يدك. اليد الأخرى لا تقاومي. استخدام آلة التصوير ليس رسما. نحن نتعامل مع الغش بجدية كبيرة. عذران، لم أتوقع هذا منها. واو، شوكولاتة بوبيت المفضلة لدي. شهية. حسناً، إلى السجن. هيا بنا. لا يهم. سنلنا نوفل العجلة مجدداً. هل تنظر إلى ذلك؟ هذه المرة الاختيار هو الكلب. أعلم ما سأفعل، إنه في قبعتي. ماذا؟ أهذه دجاجة مطاطية؟ من أين أتت؟ أعرف أنه هنا في مكان ما. مهلاً، هل هذا ما أحتاج إليه؟ كلا، لم أعد ألعب كثيراً هذه الأيام. هيا، هذه القبعة ليست كبيرة جداً. هل هذا ربع دولار؟ هل هذا ما كنت تبحث عنه؟ هناك عملة أخرى لي أيضاً، لن تمانع إن أخذتها. من كان يعلم أن بإمكان قبعتي ضم كل هذه الأشياء؟ حسناً، أحتاج إلى هذا القلم. لا أفهم، ماذا ستفعل بهذه العملة المعدنية؟ سأستخدمها لرسم خطوط لأتبعها. أحتاج إلى عدة دوائر. لا أفهم. مهلاً، أعلم ما علي فعله. آمل أنكما تعملان بجد. أحتاج إلى ارتداء القلنسوة على رأسي. سأعود بعد قليل. مرحباً، ماذا لو أعطيتك تلك مقابل أن تعيريني كلبك؟ شكراً لك يا إلهي.
لله، إنه لطيف ومطيع. اسمي باتريك. ابتسم لألتقط لك عدة صور. أنت ظريف جدا، يمكنك أن تكون عارضا. تفضلي. شكرا جزيلا لك. سألون الشكل البيضاوي كله ما عدا هذه الدائرة الصغيرة. أضفت هذه الخطوط الصغيرة والنقاط، والآن سأرسم رأسه وعينيه. بدأ شكله يتضح. لا يمكن أن أنسى أذني. يحتاج الكلب إلى أذنين وجسد أيضا، وأخيرا الذيل. والآن سألونه. أعتقد أن أذنيه ستكون بنية، وقدميه ووجنتيه. قد انتهيت. عدت ولم يلحظ أحد غيابي. سأنهي لوحتي هنا. أيتها المعلمة، لقد انتهيت. هذه صورتي عن الكلب. وأنا أيضا انتهيت. يا إلهي، انظروا إلى هذا الوجه اللطيف الملائكي. لقد فزتِ. لم ترسميه حتى. هيا انطلق. تبا لقد أخطأت. ها أنا، دعيني أجرب. لقد أخطأت أيضا. علي التصويب فحسب. لا ينبغي أن يكون التصويب صعبا. ما هذا؟ انظري إلى ما يفعله. إنه يرسم شيئا على تلك اللوحة الفنية. هذا ليس جيدا. يا للهول، وصلت المعلمة. ماذا يحدث هنا؟ ماذا حدث للوحة الفنية؟ طفح الكيل. فلتنطلق ويا الفنية. محال، انظري إلى حالنا. مهلا، أهذا طلاء شفاء؟ آسفة على ذلك، يمكنني إصلاح ذلك. هاكما. هذا أفضل بكثير. حسنا، نحن مستعدين لخوض تحدي رسم. سألف العجلة لنرى ما ستواجهانه. ها نحن. كم هذا جميل. قلب. حان وقت رسم الحب. أحب رسم القلوب ورموز الحب. أعرف ما سأفعله. سأبدأ بكلمة حب. Love. يا للروعة، كان ذلك يوما مدهشا. كانت جميلة جدا في ذلك المرج. حسناً، والآن لإضافة السحر على هذه الصورة، سأضيف قلباً صغيراً، ثم أحول هذا الحرف إلى فتاة، وأحول هذا الحرف إلى قلب آخر، وقد يصبح هذا الحرف حبيبها. هذا لطيف جداً، ولكنه بحاجة إلى مزيد من الألوان. ينبغي أن يكون القلب باللون الوردي. جيد، ولابد أن يطابقه القلب الصغير هنا أيضاً. حسناً، والآن سأضيف الألوان الأخرى. فستان بنفسجي. يا للروعة، هذا يتحول إلى شيء مميز. حان وقت تغيير الألوان. سأجعل الشعر أصفر لكليهما، إنهما متطابقان، وأعتقد أنه يرتدي قبعة زرقاء. والآن سألون قميصه بالأخضر. كلا، أحبك أكثر. هذه الألوان الخشبية ستساعدني على توضيح ملامحهما. انتهيت. حسنا يا طلاب، أروني لوحاتي رجاء. ماذا؟ يا للهول. أبقي العلكة في فمك رجاء. ماذا تفعل؟ انتظري، هذا عملي الفني، أؤكد لك. أحتاج إلى لحظة أخرى فحسب، كدت أنتهي. انتهيت. ها هو عملي الفني عن الحب. كيف فعلت ذلك؟ مذهل. يا للروعة، هذا مدهش. ستحصل على درجة عالية. أنا متحمسة للرؤية التالي. حسنا، ها هي العجلة تدور. ها نحن، توقفت عند طائر الفلامينغو. لا يسمح بالكثير من الإبداع. ماذا ستفعلان؟ الفلامينغو، لا أعتقد أني سبق لي رؤية إحداها في حياتي. أهذه مزحة؟ لا أمل في كسب هذا التحدي. ماذا سأفعل؟ إنها وردية اللون، أليس كذلك؟ أعتقد ذلك. كلا، هذه الفكرة لن تنجح. أوف، لا يمكنني تحمل هذا. لا أعرف ماذا سأفعل. مهلا، ما هذا الذي على يدي؟ أهذا طلاء؟ يا للهول، أصبح طلاء الوردي يلطخ يدي أيضا. مهلا، انتظروا قليلا، خاطرت لي فكرة لأرى ما سيحدث إذا بدأت ببصمة يد. هذا لطيف جدا، ويمنحني فكرة أخرى. سأبدأ بتحديد يدي. والآن لتعديل هذا الإطار الخارجي، سأرسم العين والمنقار. سألون المنقار أولا بما أنه أسود، وسأوزع اللون الوردي على الشكل كله. الكثير من الوردي. سأواصل التحرك باللون. الكثير من الوردي فعلا، لكنني كدت أنتهي. ها هو قلم تحديد وردي سأحتاج إليه. والآن سأحول رسمة يدي إلى طائر استوائي. ها هو المنقار الأسود. حان وقت رسم العينين والساقين. ها هما الساقان نحيلتان باللون الأصفر، وقد انتهيت. حسنا يا طلاب، أروني لوحات الفلامينغو التي أنهيتموها. ها هي لوحتي عن الفلامينغو. وها هي لوحتي أيضا يا سيدتي، كما طلبت تماما. أرى أن لدينا لوحة للجسد كله، ومنظر جانبي للرأس. أبليتما بلاء رائعا. صحيح، يدك ملطخة بالطلاء. أجل، أعتذر عن ذلك. ماذا تعتقدين أعدت لنا؟
حسناً، هل أنتما مستعدان؟ يبدو أن اختياركما هذه المرة هو ولد. أنا متحمسة لرؤية ما ستنتجانه. خاب أملي لأكون صادقاً. يا للهول، انتهت التسالي، وهذا شيء يستحق أن أحزن عليه. حسناً، ماذا سأفعل الآن؟ انتظروا قليلاً، أصبحت بقي فارغاً الآن. أجل، سينجح ذلك، لدي خطة رائعة. ماذا تفعل بهذا الطبق وقلم التحديد؟ لا أفهم لماذا ترسم على الطبق هكذا. لا تقلقي بشأني، أعرف ما أفعله. سأنهي رسم رجل العصا الصغير على هذا الطبق. يا للهول، ماذا علي أن أرسم لأجل ذلك؟ سأجرب كتابة الكلمة مجددا، يبدو أن ذلك ينجح معي. حسنا، ها نحن، كلمة ولد بوي، وسأحولها. سأمنحه نظارة وشعرا. يبدو جيدا، لن أنسى الأذنين والذقن والأنف والفم. حسنا، أنهيت رسم رجل العصا. أعتقد أنه بحاجة إلى بالون أيضا. ها هو، ويحتاج إلى خيط حتى لا يطير البالون. شيء ما عالق في أسناني، هذا كريه. هذا لا يفيد، ربما سيساعدني مشروب. هذا أفضل على ما أعتقد. أعتقد أنك بحاجة إلى شعر برتقالي. بقي القليل وسأنتهي من الشعر. حسنا، أتريد قميصا أخضر؟ بالتأكيد. انتهيت. كلا، سكبت الماء على فتاي. إنه يغرق، علي فعل شيء لإنقاذه. كلا كلا كلا، يا رجل العصا لا تهلع. مهلا، شيء ما يحدث. شيء يحدث لرجل العصا. أنتم محقون، لن يغرق لأنه يطفو. إنه لطيف جدا، لقد أحببته. أبليت بلاء حسنا. هل فزت في هذا التحدي؟ محال، هذا مذهل. حسنا، لننوف العجلة مجددا. هل تنظر إلى ذلك؟ هذه المرة الاختيار هو كلب. أعلم ما سأفعل، إنه في قبعتي. ماذا؟ أهذه دجاجة مطاطية؟ من أين أتت؟ أعرف أنه هنا في مكان ما. مهلا، هل هذا ما أحتاج إليه؟ كلا، لم أعد ألعب كثيرا هذه الأيام. هيا، هذه القبعة ليست كبيرة جدا. هل هذا ربع دولار؟ هل هذا ما كنت تبحث عنه؟ هناك عملة أخرى لي أيضا، لن تمانع إن أخذتها. من كان يعلم أن بإمكان قبعتي ضم كل هذه الأشياء؟ حسنا، أحتاج إلى هذا القلم. لا أفهم، ماذا ستفعل بهذه العملة المعدنية؟ سأستخدمها لرسم خطوط لأتبعها، أحتاج إلى عدة دوائر. لا أفهم. مهلا، أعلم ما علي فعله. أعمل أنكما تعملان بجد. أحتاج إلى ارتداء القلنسوة على رأسي، سأعود بعد قليل. مرحبا، ماذا لو أعطيتك تلك مقابل أن تعيريني كلبك؟ شكرا لك يا إلهي، إنه لطيف ومطيع. اسمي باتريك. ابتسم لألتقط لك عدة صور. أنت ظريف جدا، يمكنك أن تكون عارضا. تفضلي، شكرا جزيلا لك. سألون الشكل البيضاوي كله ما عدا هذه الدائرة الصغيرة. أضفت هذه الخطوط الصغيرة والنقاط، والآن سأرسم رأسه وعينيه. بدأ شكله يتضح. لا يمكن أن أنسى أذني، يحتاج الكلب إلى أذنين وجسد أيضا. وأخيرا الذيل، والآن سألونه. أعتقد أن أذنيه ستكون بنية، وقدميه ووجنتيه. قد انتهيت. عدت ولم يلحظ أحد غيابي. سأنهي لوحتي هنا. أيتها المعلمة، لقد انتهيت. هذه صورتي عن الكلب. وأنا أيضا انتهيت. يا إلهي، انظروا إلى هذا الوجه اللطيف الملائكي، لقد فزت. لم ترسميه حتى. نحن مستعدان للتحدي التالي. أحب الرقص، يبدو أنكما سترسمان راقصة بالي. مهلا، ماذا؟ كيف يفترض أن نرسمها؟ لا تنظري إلي، لم أرى عرض باليه قط. مهلا، أعرف. سأحتاج هذه الورقة، يمكنني طيها إلى نصفين هكذا. ماذا تفعل؟ هل هذا فان أوريغامي؟ إنه مرتب للغاية. أعرف، لكن عليكم الحرص على طي الورقة بشكل صحيح. بدأت بطي الورقة نحو المنتصف هكذا، ثم الناحية الأخرى سأفتحها وأطوي الأطراف. جيد، يحتاج الطرف السفلي إلى أن يطوى للأعلى على الجانبين. أجل، هذا يسير بشكل جيد حتى الآن. أحب طي الورق. وتطوى هذه الجوانب المدببة نحو الأسفل، وكذلك هذه الجوانب. باقي القليل فقط. أوشكت على الانتهاء، علي طي هذه الجوانب. ها أنا، انتهيت. صنعت مركبا صغيرا من قطعة ورق. ما رأيك، هل يعجبك؟ ها هما شراعان ورقيان لمركبي. لكن ما علاقة ذلك بالرقص؟ لأن المركب يرقص فوق الأمواج بينما يبحر. ما
أهلا، ماذا؟ أهذا ما ستقدمه حقا؟ لن يفلح ذلك. إنها محقة، أرأيت؟ الرسمة عن راقصة بالي وليس مركب. حسنا لا بأس، لكنني أعتقد أن بإمكاني فعل شيء بالأوريغامي. هل تصنع مركبا آخر؟ لأن هذا لن يفلح مجددا. كلا، ليس مركبا آخر، صنعت يونيكورن هذه المرة. أيها اليونيكورن أنت مذهل. رغم ذلك لن يحتسب. حسنا أنت محقة، لكني سأنجح. المحاولة الثالثة ستكون ناجحة. سأستخدم لولين من الورق هذه المرة، سيساعدني ذلك بالتأكيد. ماذا تفعل؟ يا للروعة، هذا صعب، كيف تفعل ذلك؟ إنك سريع جدا، تصعب علي متابعتك. أجل، لقد انتهيت، صنعت زهرة جميلة من أجلك. إنها جميلة جدا، لا أصدق أنك صنعتها من أجلي. لكن ماذا سأفعل الآن؟ أعرف، علي البدء بطي الورقة. سأستخدم حافة المسطرة للحصول على طيات محددة. هذا الجزء صعب قليلا، علي إخراج الطرف هكذا وعلى الجانب الآخر أيضا. سأرسم راقصة بالي لطيفة على الورقة. إنها لطيفة جدا. حسنا، علي رسمها على الأجزاء الأخرى أيضا والتأكد من رسم رأسها ويدها هنا، ثم أفعل الشيء نفسه على الجانب الآخر أيضا. حالما أنتهي من ذلك، علي فعل الشيء نفسه مع طيتي الساقين. أعتقد أني سألونها قليلا لأجعلها أجمل، لكن علي أن أتذكر تلوينها على كل طية ورق. وأعتقد أني سأنهي تلوينها بتنورة زرقاء، هذا ظريف. سألون بالأزرق هنا وبالأزرق هناك. أجل، انتهيت من عملي الفني، ها نحن ذا. دعوني أريكم كيف ترقص. إذا أمسكت بطيات الأوراق وطويتها للأعلى وللأسفل، يمكنني جعلها ترقص. انظروا إليها، إنها جميلة جدا. يا للعجب، يا للروعة، أبليت بلاء مذهلا، لقد فزت. أجل، علمت أني سأفعل. لكن انظروا إلى هذا، لقد تمكن الفنان حقا من التقاط جوهر هذه البرتقالة. ماذا تفعل هنا؟ يا له من فن فاخر حقا. أوه، شاهدوا هذا، إنها رائعة وباهظة، علي لمسها. ما هذا؟ لم أكن أعرف أن هناك إنذار. لم تفعلين ذلك؟ هذا سيء جدا. أوه، لدي فكرة. توقفي، يدك متسقة. ماذا فعلت؟ يو، هذا مقرف، سأتقيأ. أوه، إن الأفضل أن أتصرف بشكل طبيعي. حسناً، من لمست اللوحة؟ أي وحش قد يفعل هذا؟ لا أريد أن أقول، لكنها هي من فعلتها. هل كانت هي؟ انظروا إلى يديها. حسناً، أنت قيد الاعتقال. لا، لقد حدث خطأ. هذا ما يقوله الجميع. كانت هي، انظر إلى يديها. ها؟ دعيني أرى تلك الأصابع. إنها قصة مضحكة نوعاً ما. أمسكت بك أيتها الصبهاء. بالجرم المشهود، ستذهبين إلى السجن مباشرة. لا يمكن أن يحدث هذا. ما الذي يحدث؟ أين نحن؟ أوه، أعتقد أنه وقت تناول الطعام. شكراً، أنا جائعة جداً. أوه، يتوقعون منك تناول هذا؟ يبدو مقرفاً. هذا أفضل. يبدو شهياً، لقد أبدع الطاهي في عمله. يبدو لذيذاً، لدي طعام لزج فحسب، ويبدو أن به كتل إضافية. أوه، هل هذا مصنوع من الكرتون؟ كيف يعتبر هذا عادلاً؟ لنأكل. هل علينا فعل ذلك؟ حسناً، سأجرب. إنه بارد، مذاقه بشع. أنا أتوق لتذوق طعامي. السمكة طازجة. سيكون هذا رائعاً. واو، إنها مطهوة بشكل مثالي. لقد سال لعابي، إنها تذوب في فمي. أشعر بأنك تفعلين هذا عمداً. بالتأكيد، في صحتك. لعلمك، السجن ليس سيئاً للغاية، لدي الماء فحسب. على الأقل لا يمكنهم إفساد هذا. لا، لقد أخطأت القول، هذه هي الوجبة الأسوأ على الإطلاق. أوبس، لقد سكبت الماء. آسفة بشأن هذا. ماذا فعلت؟ انظري إلى هذا، إنها مبللة. أنا آسفة، لقد كان الأمر حادثاً. لقد دمرت كل شيء، أنا مزعجة جداً. من الأفضل أن أمسحها، عادة ما يفعل خادمي هذا. لا أصدق أنني أفعل هذا، يمكن أن تكون الحياة قاسية جداً. مهلاً، لدي فكرة، لقد صنعت شكلاً باستخدام الماء، ثم سأضيف الطلاء إليه. سأغمس الفرشاة فقط في الماء، ثم سأحركها بعناية، سيعطي ذلك تأثيراً رائعاً. وسأفعل الشيء نفسه أعلى الورقة، هذه المرة سأستخدم الطلاء الأزرق، إنها طريقة ممتعة للرسم. سيفي هذا بالغرض، ثم سأتركها لتجف، والآن سأرسم فوقها. لا أحتاج إلى فعل الكثير، أنت شاهدي هذا. واو، أنت فنانة. أتساءل إذا كان بإمكاني صنع شيء مميز، لكن ماذا سأرسم؟ على اللحظة، وجدته، أنا أعرف ماذا أفعل.
سأبدأ برسم نقاط صغيرة على الورق، والآن سأبلل فرشاة الرسم الخاصة بي، ثم سأوزع الطلاء. أوه، انظروا إلى الألوان، إنها جميلة جداً. سأرسم الشكل الخارجي أولاً، ثم سأملأ المركز. لقد بدأ الشكل يكتمل. سأمر على الطلاء مجدداً، أريد أن يبرز الرسم. سأضيف المزيد من الألوان، ثم يمكنني رسم الأوراق. هذا هو الجزء السهل، سأضيف لمسات خضراء بالفرشاة حول الحواف. وقد انتهيت. ما أجمل الزهرة، عليك رؤية هذا. ما رأيك؟ واو، لقد أحببتها. ستجعل زنزانة مبهجة للغاية، ستكون مثل معرض الفن. أوه، ذلك المخاط عالق من الداخل. السجن ممل جداً، أليس كذلك؟ والملابس ليست رائجة. انظروا إلى ذلك الحذاء، إنه لا يناسب زيي. هاتفي، أحتاج إلى إجراء مكالمة. حبيبتي، يسرني سماع صوتك. أنا بحاجة إلى مساعدتك، يمكنك الاعتماد علي. أوه، كان ذلك سريعاً. تفضل بالدخول. هل سمعوا عن التصميم الداخلي من قبل؟ أنت الأروع، لنرى ما لدي. أوه، إنها رائعة، أنا سعيدة جداً. متى أنتظر؟ علي تجربته. هذا أفضل بكثير، التنسيق هو أهم شيء. أنت عبقري. أعرف ذلك، هذا ما أفعله. أشتاق إليك يا حبيبتي. إنها محظوظة جداً، لقد حصلت على جمع شمل رومانسي. ليس لدي شيء، أشتاق إلى كريس كثيراً. انظروا إلى ذلك الوجه الأحمق، أتساءل ماذا يفعل. سنكون معا قريبا، لكنني لا أستطيع الانتظار لفترة طويلة، هذا هو الأسوأ. رائع، الآن أنا أبكي. انظروا إلى ذلك، رسمت دمعتي قلب حب. يعطيني هذا فكرة. سأحتاج إلى قلمين رصاص وقطعة من الشريط اللاصق. سألف الشريط اللاصق حول القلمين، سيثبتهما هدامان. سأرسم حول الدمعة، ثم سأرسم شخصية عصا، ثم سأحتاج إلى قلم أسود سميك. سأرسم فوق الخطوط. سأبدأ بتحديد شخصية العصا، ثم سأمر على قلب الحب. أحتاج إلى قلم رفيع الآن، سأرسم على المجموعة الأخرى من الخطوط. بعد ذلك سأمسك بالقلم الرصاص، سأستخدمه للتظليل. سأملأ الفراغ بين الخطوط. سأستخدم إصبعي لألطخه. سأفعل الشيء نفسه مع شخصية العصا. سأملأ الفجوات بشكل خفيف. سأترك بعض الأجزاء فارغة، سيكون هذا هو الضوء المرتد عنه. سيبدو رائعاً في النهاية، تبقت بعض الأجزاء. بعدها يمكنني أن أبدأ في تمرير إصبعي عليها. سيكفي هذا، الآن سأرسم أسفل رسمتي، سيعطي هذا المزيد من الظلال. ألقي نظرة على هذا. هل رسمت تلك؟ الآن علي فعل شيء. أعتقد أن بإمكاني استخدام هذا الصندوق. سأبدأ بصنع فتحة فيه. سأرش الطلاء الأسود على بعض قطع الكرتون، ثم سأضع غطاء الصندوق بالأعلى. سأرش الطلاء الأسود والفضي عليه. سيعمل الغطاء كدليل رسم. ما رأيك؟ أوه، إنها تشبه القمر. لقد أحسننا عملاً.